الفيلسوف الالماني فريدريك نيتشه لا تمشي في طريق الحياه الا ومعك صوت عزيمتك وارادتك لتلهب به كل عقبه تعترض طريقك انت عارفه ان خلف كل عزيمه في دافع وكل ما كان دافعك قوي كل ما كانت عزيمتك اقوى بالتالي الدوافع هي احلام الدوافع هي اماني وما يحقق هذه الاماني هي العزيمه القويه الفعل بشار دائما هي العزيمه اللي تدفع الاشخاص والاصرار ايضا انهم يكملون في درب حياتهم، يكملون اي مشكله اعترضت في هذا الطريق، لا خليني اكمل، خليني اثابر، خليني اصير انسان ناجح فعلا قد التحدي بهاي العزيمه وهذه الاصرار اللي امتلكها. مهما كانت الخسائر فادحه، مهما حسينا في وقت من اوقات خليني اقول الحياه او اللحظات اللي تمر علينا بضعف ان لربما ينهش الصبر احلامنا وامانينا، لازم ما نضعف، لازم يكون عندنا اليقين والإيمان بالله سبحانه وتعالى أن الجبر سيكون يكون يتعجب له أهل السماء والأرض بالفعل لازم ما تستسلم ودائما نقول بشاير حاول تكمل حياتك مهما كان فيها من صعاب من مشاكل من تحديات راح يجي يوم وفعلا تشوف يمكن نتاج هذا الصبر وهذه الثمار راح تلحظها راح تشوف انه فعلا راح تلاحظ انه لا في طاقه ايجابيه في سعاده في امل الاشخاص اللي دائما تشوفين عندهم اصرار وعزيمه لا يبون يكملون صح ما يقفون عند نقطه معينه او في علاقه معينه اصلا الشيء اللي يجي بسرعه يروح بسرعه صح ودائما النجاحات وتحقيق الاحلام والاماني لازم تنكرفين اذا ما انكرفتي وما تعبتي ما تحسين بشيء <applause> ما حسيتي حقيقه بكل هذه الصعوبات ما راح تحسين باللذه الحقيقيه للوصول والنجاح دائما هي عارفه مرتبطه بشيء واحد ايماننا هي ايمان بالله سبحانه وتعالى، هو يقين حقيقي بان هذه الاحلام ستتحقق رغم كل الصعوبات الموجوده، عارفه تفائلوا بالخير تجدوا. تجدوا فعلا مشاعر الامل والسعاده دائما نقول والايمان بانفسنا وبذواتنا وايضا بطاقاتنا يخلينا نوصل للنجاح والانجازات في حياتنا، اليوم نسلط معاكم الضوء على مواضيع مختلفه وايضا جديده، راح نتكلم عن التهاب الاذن الداخليه، الاسباب وطرق العلاج، سمات الشخصيه المبادره والناجحه، وايضا راح نتكلم عن ريادة الأعمال الناجحة وراح نتكلم آخر شيء في الفقرة الفنية عن العزف على آلة القانون رصد لأهم أخبار مواقع التواصل الاجتماعي وأخبار السعادة إن شاء الله يومكم يبتدي دائما في النوبلان سعادة وحب وإيجابية ورضا وإيمان ويقين بتحقيق كل هذه الأحلام في الحياة خلونا نبتدي مشوارنا الصباحي معكم لهذا اليوم بأبرز ما عنونت به الصحف والزميل شاهر فلنتابع صباح الخير اهلا بكم الى ابرز ما هي الصحف المحليه والخليجيه لهذا اليوم والبدايه من صحيفه البيان رئيس الدوله يبحث مع حاكم ام القوين قضايا الوطن والمواطن في خبر اخر دعونا نقرا واياكم خليفه الانسانيه ترسل طائره تحمل 30 طنا من المساعدات في تفاصيل هذا الخبر نقرا واياكم سيرت مؤسسة خليفة بن زيد ال هيان للأعمال الإنسانية ضمن الجسر الجوي الإغاثي الإماراتي للسودان طائرة تحمل 30 طناً من المساعدات الإغاثية تشمل 15 طناً من المواد الغذائية الأساسية و15 طناً من المواد المستلزمات الطبية للسودان الشقيق لإغاثة المنكوبين من الفيضانات والسيولة التي ضربت مناطق من الولايات السودانية تم على اثره اعلان حاله الطوارئ في ست ولايات هي نهر النيل شمال والجزيره وسط والنيل الابيض وغرب كردوفان جنوب وجنوب دارفور غرب وكسلا شرق ونبقى في صحيفه البيان زايد الخيريه تقدم مساعدات لباكستان، في خبر اخر دعونا نقرا حمد الشباني يتسلم الاعتماد اثر برنامج زيارات من قبل خبراء التدقيق إسلامية دبي تحصل على آيزو بست مواصفات الأنظمة الإدارية في آخر خبر من صحيفة البيان افتتاح أكبر كهف ملحي من صنع الإنسان في العين في تفاصيل هذا الخبر دعونا نقرأ وإياكم افتتح الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون هيان كهف الملح الذي يعتبر أكبر كهف ملحي من صنع الإنسان وياتي بعده كهف الملح في دبي ويعد الكهف الصناعي الوحيد في الشرق الاوسط والخليج العربي المستمد من اول منجم طبيعي للملح في بولندا منجم فياليتشكا في مدينه كراكوفا. ننتقل الى صحيفه الاتحاد تنفيذ الشرق يعتمد مشروع قانون الثروه السمكيه في خبر اخر دعونا نقرا الداخليه تعز دور العنصر النسائي لترسيخ الأمن في تفاصيل هذا الخبر دعونا نقرأ وإياكم أكدت وزارة الداخلية نجاح جهودها في تعزيز دور العنصر النسائي وتأهيله لترسيخ الأمن والأمان جاء ذلك خلال افتتاح الوزارة الداخلية أمس بيوم المرأة الإماراتية الذي يقام تحت الشعار واقع ملهم مستقل مستدام ويصادف يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس من كل عام في إطار احتفالات الدولة بهذه المناسبة أيضا في خبر آخر من صحيفة الاتحاد عجمان للاتصال الحكومي ينظم ورشة واتساب الاعمال في اخر خبر من صحيفة الاتحاد بصمة نسائية مشرقة في موانئ ابو ظبي في تفاصيل هذا الخبر دعونا نقرا واياكم نظمت مجموعة موانئ ابو ظبي بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام فعاليات احتفالية تحت عنوان بصمة نسائية مشرقة. وذلك بمناسبه يوم المراه الاماراتيه الذي تحتفل به الدوله لهذا العام تحت شعار واقع ملهم ومستقبل مستدام وجاءت الفعاليه في سياق التعاون الاستراتيجي المستمر بين مجموعه موانئ ابو ظبي والاتحاد النسائي العام خاصه عقب مذكره التفاهم التي تم توقيعها مؤخرا بين الطرفين بشان تعزيز استراتيجيات تمكين المراه الاماراتيه في مسيره التنمية. ننتقل إلى صحيفة الخليج بداية. أن الإمارات ضمن الأفضل عالميا في مؤشرات الحياة الرقمية. في خبر آخر من صحيفة الخليج. خمس إدراجات على طاولة المستثمرين في الإمارات. وشراكات في قطاعات المرافق والصحة والتعليم. في آخر خبر من صحيفة الخليج. جمالك دبي تطلق القيادات الواعدة لتعزيز المهارات القيادية للموظفين في تفاصيل هذا الخبر دعونا نقرأ وإياكم أطلقت جمارك دبي ممثلة بقطاع الموارد البشرية برنامج القيادة الجمركية الواعدة وذلك بالتعاون مع معهد القيادة والإدارة في المملكة المتحدة وسيتي آن جيلدز وتضم حول البرنامج التدريبي محاضرات وجلسات توجيهية فردية ومنصه رقميه اكسونيفاي للتعلم المستمر بالاضافه الى مختبر القياده باستخدام تقنيه الواقع الافتراضي والذي يجمع بين تطبيق تكنولوجيا الواقع الافتراضي ومحتوى تفاعلي فريد صمم بالاعتماد على علم النفس السلوكي المتقدم مما يغير جذريا طريقه تدريب القيادات على مهارات جديده تنتقل الى صحيفه الانباء الكويتيه دراسه المانيه توضح ان الفتيات عانين نفسيه بصوره اقوى من الاولاد اثناء جائحه كورونا في خبر اخر من صحيفه الانباء الكويتيه منظمه الصحه العالميه تحذر طفرات جديده لكورونا بعد الصيف في تفاصيل هذا الخبر نقرا واياكم على الرغم من التطمينات الدوليه حول تراجع الاصابات بفيروس كورونا المستجد الى ان منظمه الصحه العالميه حذرت من ان تفرات جديده للوباء قد تظهر في الاسبوع او الاسابيع المقبله بعد نهايه فصل الصيف ودعت المنظمه الحكومات الى تعزيز انشطه المراقبه لرصد هذه التفرات وتحديد مواصفاتها الوراثيه وكذلك تجهيز المنظومات الصحية لمواجهة الارتفاع المحتمل في عدد الإصابات الجديدة التي قد تتصاعد بسرعة مع انحسار موجة الحر وبداية فصل البرد والعودة إلى زيادة الاختلاط والتجمعات داخل الأماكن المغلقة هذه أبرز ما عنونت به الصحف المحلية والخليجية لهذا اليوم العودة إلى الزميلات كل الشكر للزميل شاهر هناك بعض العادات السيئة التي لربما الأغلب منا يمارسها دون أن يدري منها أتوقع ما في حد <applause> اللي هي. يتسبحون وعلى الاي على طول صح على المكيف على طول بالتالي في كثير من المشاكل قد يتعرض لها الانسان وسبب بعض حقيقه الممارسات الخاطئه الحياتيه التي قد تؤدي الى بعض الاضطرابات منها واهمها اضطراب الاذن الداخليه فعلا بشير بعض الاشخاص يمكن ما يكونوا عارفين الاعراض الرئيسيه او الاعراض الشائعه المصاحبه لاضطرابات الاذن الداخليه رح نتعرف عليها اكثر مع الدكتور عصام الاشقر استشاري الانف والاذن والحنجره صباح الخير دكتور صباح الخير دكتور دكتور صباح الخيرات اهلا وسهلا بكم يا هلا فيك دكتور في البدايه خلينا نعرف المشاهدين ما هي اضطرابات الاذن الداخليه الحقيقه خلينا نعرف اول شيء الاذن الداخليه هي مسؤوله عن السمع والتوازن فاضطرابات الاذن الداخليه تنقسم لشقين الشق الاول هو نقص السمع يلي بيحدث نتيجه الافات اللي بتصيب الاذن الداخليه والشق الثاني هو اضطراب التوازن واللي شائع بين الناس الدوخه او اللي بالاسم العلمي اسمه الدوار اللي بيشعر المريض بدوران المحيط حواليه او هو بدور حول المحيط هي اشياء اضطرابات الابن الداخليه طبعا لها اسباب كثيره طيب ما هي الاسباب دكتور نعم هلا من أشع الاسباب خلينا نقول لنقص السمع الحقيقه ممكن يكون عندنا نقص السمع المفاجئ يلي يعزى لاسباب التهابات فيروسيه او نقص ترويه بالعصب حسب امر نعم. المريض وهي بنشوفها كثير وهي دائما اللي احنا بننبه المرضى انه بس تشعر انه فجاه ما عاد سمعت بإذنك لا تاخذ الموضوع بشيء من البساطه او تقول يمكن في شويه شمع او يمكن شوي مضغوطه لازم فورا تراجع اقرب طبيب اذن انف وحنجره ليعمل فحص دقيق ونعمل تخطيط سمع لانه الحقيقه العلاج بيعتمد على سرعه اعطاء الدواء باول 48 ساعه ليشفى المريض بسرعه. هي من اشياء الامور اللي ممكن يصير عند المريض اللي بنسميه نقص السمع الحاد. الشيء الثاني اللي عم نشوفه حاليا الحقيقه بموضوع نقص السمع هو التعرض للاصوات العاليه اللي عم ياذي الحقيقة العصب السمعي وعم نشوفها حتى بأعمار صغيرة هي ما كنا نشوفها من قبل ولحنا عم نعزيها طبعا لاستخدام سماعات الإذن بشكل مفرط وبشكل آه آه خلينا نقول بشكل آه دائم أو شكل عن يومي الحد اللي بتتحمل نعم. صحيح يعني دكتور بننصح المرضى انه لما تستخدم السماعات اما في العمل او في الـ في الـ في المدرسه او في الجامعه يحاول يكون الصوت محمول بحيث تقدر تسمع المحيط اللي حواليك لا تحاولوا تستغلوا ميزه هي النوز كانسليشن لانه بتزيد الضغط على الاذن الداخليه. تمام <applause> يعني دكتور ذكرت ان احد الاعراض الشائعه لاضطرابات الاذن الداخليه انه ممكن الشخص ما يسمع بوضوح او يكون عنده مشاكل في السمع، شو ممكن المشاكل الصحيه طيح. او الاعراض الاخرى اللي ممكن تكون مصاحبه لهذه الاضطرابات؟ ما هو الملفت للنظر انه هذا النوع من نقص السمع الفجائي ما في اي عرض اخر سوى انه بحس انه ثقيله او مسكره لهذا السبب احيانا بيصير في تاخر بالتشخيص لانه الاذن الداخليه احتمالا معصبة باعصاب تنقل الالم في أي مشاكل فيها لا يشعر المريض في اي الم فيها ابدا فبس بيشعر انه السمع خف هذا من ناحيه المشاكل اللي بتتعرق بالاذن الداخليه المسؤوله عن السمع هلا اذا نحكي بالمشاكل المتعلقه بالاذن الداخلي المسؤولة عن التوازن اللي هو الدوار واللي هي كمان شائعه جدا ممكن يصيب المريض دوار شديد جدا مع اقياءات فجأة بفي الصبح بلاقي في دوار الدنيا عم تفتل فيه ويستمر هذا الدوار خمس ايام، كمان هذا يعزى لاسباب غالبا فيروسية التهاب عصب فيروسي بالعصب الدهليزي الفيروسي وبيؤدي الدوار الشديد يلي كمان لازم يراجع اقرب مشفى او اقرب طبيب اي ان تي صح ويتعالج بالشكل المناسب من مشاكل واضطرابات الاذن الداخلية الاخرى المسؤوله عن التوازن كمان واللي هو شائع جدا بنسميه احنا دوار الوضع السليم يعني المريض بوضعيات معينه بيشعر الدنيا عم تفتل فيه لما بينام على جهه اليمين او اليسار بيشعر انه الغرفه عم تدور حواليه لما بيمشي بيرفع راسه وبيطخي راسه بيشعر انه ماله متوازن تماما وهي طبعا كمان لازم تنفحص بشكل دقيق لانه علاجه جدا 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 بسيط وهي المشكله تبع الدوار الوضع السليم شائعه جدا وللاسف عم نلاقي كثير مرضى عم يتشخصوا صح ويتعالجوا عم عم يتشخصوا غلط يتعالجوا غلط لسنوات بادويه هو العلاج ابسط من هيك بكتير مجرد مراجعه عند عياده متخصصه مع مخبر للتوازن متخصص تتشخص بسرعه وبتعالج بنفس الجلسه. طيب دكتور هل تختلف الاعراض من الاطفال والبالغين ولا هي اعراض واحده لدى الجميع؟ الحقيقة غالبا مشاكل الإذن الداخلية تصيب البالغين والكبار بالسن نادرا ما تصيب الأطفال إلا الأطفال حديثي الولادة أو يلي تعرضوا لالتهابات شديدة بالجملة العصبية اللي ممكن تأثر على السمع والتوازن عندهم والحقيقة المشاكل عند الأطفال الصغار لحنا ما نحاول نتوقعها ونتنبأ فيها لأن المريض أو الطفل الصغير ما بيقدر يعبر عن حاله يعني اذا اخذنا موضوع السمع الطفل ما بيقدر يعرف انه هو ما عم يسمع منيح ما بيقدر يعبر عن هالموضوع نحن بدنا نتنبأ انه مثلا صار عنده التهابات شديده لا سمح الله التهاب سحايا بس دكتور دكتور, دكتور في, في حال الولاده لازم نتجه طيب دكتور في حال الولاده اصلا كل المستشفيات في دوله الامارات العربيه المتحده صحيح. تجري فحص السمع للاطفال حديثي الولاده، يعني هذا منظومه صحيه موجوده في دوله الامارات العربيه المتحده، فهل هذه المنظومه يعني نعلم تماما انها لخدمه الاطفال واهاليهم، بالتالي هي كافيه ووافيه ما على الاهل هو الاستمراريه في هذا الفحص. نعم تماما مشكورين يعني دولة الإمارات وحكامها والمسؤولين عن الموضوع القطاع الصحي في دولة الإمارات على موضوع اللي يسموه أو المسح لكل الولدان ولكن هذا المسح غير كافي فقط لأنه نحن نتفادى المشاكل بعمر الولادة يعني بأول سنة من العمر أو حتى بأول سنتين أو ثلاثة لأنه ممكن تظهر مشاكل أخرى مع الوقت نتيجة التهابات شديدة بتعرض للطفل الطفل هون بيجي دور الطبيب انه لازم يتنبا انه هذا الطفل ولد طبيعي هلا في مشكله شوي بالتوازن ولد ما عم يمشي منيح ما عم يحكي بسرعه تاخر في النطق فلازم نتوجه فورا لاجراء الفحوصات اللي تقيم الاذن الداخليه لانه مثل ما قلت لك من قبل المريض او الطفل ما بيقدر يعبر المسح مهم جدا لانه بيكشف الاولاد الاطفال اللي بيولدوا بنقص السمع، صحيح ولكن اذا صار مشكله في, في السمع اثناء فتره الوليد اللي نحن بنعتبرها من عمر يوم لعمر الـ الـ السنه، هي بقى بيجي دور الطبيب فيها. نعم. للتشخيص، اكيد يعني دكتور لو نتكلم عن بعض العادات او الممارسات اللي نمارسها بشكل يومي اللي ممكن تؤدي الى اصابتنا ببعض الاضطرابات الخاصه بالاذن الداخليه. نعم مثل ما حكيت لك من اشياء الامور هو التعرض لاصوات عاليه اما لفترات طويله يعني مثلا العمال اللي بيشتغلوا بالمعامل او اللي بيشتغلوا بالمطار او المناطق زاد الضجيج العالي دائما بنصحهم يحطوا النويز بروتكشن او العادات اللي احنا بنعملها اليوميه اللي بيرتادوا اماكن اللي فيها موسيقى صاخبه او استخدام السماعات بطريقه خاطئه او لفترات طويله هذا الحقيقه عم ياذي السمع هي من من اكثر العادات اللي عم نشوفها واللي عم يتعرض المريض فيها وحتى بعمر الشباب وللاسف طبعا الطب بالنسبه لموضوع نقص السمع الحسي العصبي ما في علاج ليرجع العصب لوضعه الطبيعي، لا. العلاجات الثانيه هي علاجات مساعده للمريض ليسمع افضل بسماعات او سواء لنوصل لمرحله زرع الحلزون ولكن العصب نفسه ما بنقدر نعالجه اذا تعرض لهالمرض. الامور الاخرى طبعا موضوع مثل ما حكيتي بالمقدمه موضوع انه ناخذ شاور نطلع على او التعرض المفاجئ لهجمه برد حاده هذا ممكن كمان ياثر بشكل سلبي على ترويه الاذن الداخليه فممكن يسبب حتى موجه اما نقص سمع حاد او موجه التهاب عصب دهليزي اللي بنسميه نحن الدوار الدوار الدهليزي الناجم عن الالتهاب العصب الدهليزي نعم. بالنسبه لموضوع الدوار الوضع اللي حكينا كمان عليه واللي شائع جدا طبعا ما فينا نسميه احنا من العادات السيئه وانما الحركات السريعه الفجائيه يلي بتصير بممارسه الرياضه اللي شوي عنيفه ممكن تاثر في إحدى النظريات أنه تأثر وتسبب دوار الوضع السليم اللي إحنا بنسميه نعم الدوار اللي بيصير بوضعيات معينة جميل دكتور نعم عصام يعني أنا ما أقدر أني أنا لا أقف عند نقطة وإنت ذكرتها ثلاث مرات في لقائنا معك وهي استعمال السماعات أنت تعلم إحنا في تطور تكنولوجي مخيف جدا وبطل في عندنا السماعات القديمة اللي كنا نستعملها في جيل الثمانين والسبعين الحين صارت في بلوتوث في سماعات حديثة ومتطورة وجيل اليوم واحنا كخليني اقول بالغين نستعملها لربما خلال اليوم 24 على 24 بالتالي انت تؤكد على خطر هذا الموضوع طب والحل دكتور اعطينا حل ايه اه لك انا ما انا ما عم اقول السماعه خطره ولكن السماعه اولا اللي هي داخل الاذن اللي بنسميها يعني الايرفون يفضل الابتعاد عنه لانه مو بس بتاذي الاذن الداخليه كمان عم تسبب بعض المشاكل بالاذن الخارجيه بعض الالتهابات اللي عم نشوفها الحقيقه كثير دائما بنصحهم للمرضى انا حط الهيدسيت اللي انا هلا مثل اللي عم استخدمه اذا حابب انت عندك ميتينج عندك شغل عندك دراسة وحاول تحطه بشكل انه انت تقدر تسمع اللي حواليك يعني لما انت تسمع المحاضره تبعك قادر تسمع الشخص اللي جنبك اللي قاعد بالغرفه مشان ما يصير نوع من التعرض المفرط للادن بسبب الموجات الصوت العاليه اللي طيب. هي ممكن دكتور انا اتحدث عن سماعات زي... البلوتوث يعني سماعات اللي اللي تشبك على الهواتف بالتالي اعلم انها خطره واعلم انها لها اضرار ولكن في حال استعملناها هل في عدد ساعات معينه خلال اليوم يجب ان لا نتخطاها المفروض ما تكون بصوت عالي كثير والمفروض يكون الاستخدام لها متقطع وليس وليس مستمر فيك تستخدميها طول النهار بس طبعا مالك حاططيها باذنك طول النهار نستخدمك مثلا ربع ساعه نريح شوي الصوت وبنرجع بناكد على علو الصوت احنا مشكلتنا بعلو الصوت نعم ما يكون الصوت عالي لدرجه انه يؤذي العصب السمعي واللي هي نحن الحقيقه عم نشوفها كثير صراحة عم نشوفها باعمار صغيرة من صحيح؟ قبل خليني أقول 15 او 20 سنة ما كنا نشوف شب عمره 35 او 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 عمره 30 سنة جاينا بنقص سمع بالهاي فريكونسي عرفتي كيف؟ فهذا اللي نحن بننصح فيه، نحن ما عم نقول ما تستخدم التكنولوجيا بس استخدمها بشكل منطقي وعقلاني مع الاخذ بعين الاعتبار دائما ريح العصب السمعي ريح إدنك منه واذا قدرت تلاقي بديل افضل من السماعة داخل الاذن بيكون اسلم على المدى البعيد. نعم، تمام، يعني دكتور بعد التشخيص الصحيح والسليم للاشخاص اللي يعانون من اضطرابات الاذن الداخليه، شو هي طرق العلاج او انسب طرق العلاج؟ هلا خلينا نقول بالنسبه للسمع اذا العصب تاذى فالطريقه المثلى له هو وضع السماعات او المعين السمعيه او الهيرنج ايد واذا كان العصب متاذي بشكل كتير شديد ولا يستفيد على السماعات او المعين السمعيه عم نعمل طبعا الزرع الحلزون اللي بنعمله طبعا حتى بالمستشفى عنا الشق الاخر موضوع التوازن طبعا حسب نوع المرض بيصير العلاج اذا كان التهاب عصب دهليزي علاجه لمده 4 5 ايام ببعض الادويه اذا كان دوار الوضع علاجه باختبارات نحن بنساويها وبنسميه نحن اعاده تاهيل للمريض اهم شيء طبعا التشخيص الدقيق لموضوع الدوار عن طريق مختبر التوازن اللي طبعا نحن كان حتى موجود بالمشفى عنا واللي هو اهم نقطه لنشخص المريض ما نلجأ للدواء تبع الدوخه اللي شائع كثير بين الناس لمجرد المريض عم يشعر بدوخه وهي كمان نحن مننبه المرضى لهالموضوع مو كل ما دخلت تاخذ استشاره صديق أو أحد أفراد العائلة أو صيدلاني أو طبيب جي بي وتأخذ دواء دوخة فقط شخص لا. أول. ومن ثم نعالج وهذا اهم شيء بالموضوع. دكتور يعني في ظل كل الاسباب اللي ذكرتها وخليني اقول اسلوب الحياه الخاطئ وبعض المحاذير يبقى دائما الوقايه هي خير من العلاج. كل الشكر للدكتور عصام الاشقر استشاري جراحه الانف والاذن والحنجره، كنت معنا عبر تطبيق زوم، يومك سعيد يا رب. يعطيك العافية دكتور. أهلاً وسهلاً بكم، أهلاً خلفيك. وسهلاً بكم. شكراً أهلا. لك، يعطيك الصحة والعافية، تبقى دائماً حقيقة بعض الممارسات الحياتية اللي نمارسها هي فعلاً خاطئة وقد تؤدي دائماً إلى بعض الأمراض الغير مرغوبة والغير محمود عقباها، فلذلك دائماً تأكدوا بأن الوقاية خير من العلاج، نتمنى لكم الصحة والعافية جميعاً، فاصل يفصلنا عنكم الدقايق، ولكل حد حابب يكون رجل أعمال وريادي ناجح تابعونا بعد الفاصل احتفلت كل المدن وكل الامارات ايضا والمناطق في دوله الامارات العربيه المتحده بيوم المراه الاماراتيه اللي صادف تاريخ 28 اغسطس، وطبعا كان هناك بشاير العديد من الفعاليات والمبادرات وبالتحديد في اماره الفجيره ومن بينها تنظيم احدى الفعاليات واحدى الجلسات الحواريه التي كانت بعنوان اسهامات المراه الاماراتيه عالميا ومحليا في مركز الفجيره الابداعي. وقدمت هذه الجلسه بالتحديد سعاده صابرين اليمحي وهي العضو المجلس الوطني الاتحادي في مقر مجلس وام في مدينه مدينة دبا لفجيرة، قصدنا لكم هذه الجلسة الأكثر من رائعة في التقرير التالي، فنُتابع. نتقدم أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للمرأة الإماراتية الأولى أمنا الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله الداعم الرئيسي للمرأة الإماراتية وأهنئ جميع الأمهات والموظفات العاملات الإماراتيات بهذا اليوم تكريما لهم وتقديرا لهم على الجهود اللي يبذلونها من أجل الإنجازات المتواصلة في دولة الإمارات المتحدة وأحب أني أوجه رسالة لخواتي الأمهات والبنات الجيل الصاعد أقولهم أن الوطن أمانة ما بين أيديهم المستقبل بإيدهم هم بإيد أبنائهم اللي هم بيربونهم بإيد الجيل القادم اللي هم الأم الإماراتية الحالية اللي هي بتعد هذا الجيل مثل ما سبق وقلت أنه إحنا وصلنا لإنجازات نبغي نتقدم أكثر وأكثر وهذا التقدم بيكون عن طريق الجيل القادم الجيل الصاعد سواء من الذكور أو من الإناث شكرا واقع ملهم المستقبل مستدام هذا الشعار انزين لليوم المرأة الإماراتية فكل الشكر والتقدير لأم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله لهذا التكريم للمرأة الإماراتية المرأة الإماراتية أم الشهيد أم الوزير أم المدير أم الموظف أم بنات الوطن فشكرا لكل أم إماراتية زين حافظت على ابنائها حافظت على دولتها حافظت على نمط الحياة لدولة الإمارات العربية المتحدة فكل الشكر والتقدير لهم مثل ما قال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الله لا نمكن المرأة بالمجتمع ولكن نمكن المجتمع بالمرأة فمرة ثانية كل شكر والتقدير للأم الإماراتية وإن شاء الله الأم الإماراتية دائما بخير وسعادة شكرا يعني بشار فعلا جميل تواجد مثل هاي الجلسات الحواريه اللي تسلط الضوء على المراه الاماراتيه سواء في رياده الاعمال في العديد من القطاعات وايضا المجالات اللي تميزت فيها المراه الاماراتيه واكيد حظت بمكانه محليه وايضا عالميه يا اختي خلينا شوفي دائما المراه الاماراتيه متصدره ليس فقط عن نطاق دول الخليج ولكن على مستوى العالم انا شيء احس ان عارفه قلبي بالعاميه يقولون يبب لما تشوفين هالأمهات بطولاتن كيف حقيقة قادرة مثل هذه المبادرات على تعزيز دور المرأة الإماراتية وتعزيز الأفراد في المجتمع وتعزيز أيضا حتى المقيمين لما نشوف مثل هاي يصير عندك حماس ودك تنجزين ودك تقدمين أي شيء لدولة الإمارات بالتالي حقيقة هذه العملية التعزيزية في كل ومختلف مجالات الحياة يا اختي تسوي شيء داخلنا غير والله تعطيش طاقه ايجابيه إيه؟ حسينا ان ودك تسوين كل شيء ودك تقدمين اي شيء ودك تضيفين نجاح يضاهي نجاحات الدوله احنا وصلنا للمريخ طب شنو ممكن افكر ممكن اطلع بعد المريخ؟ وين اروح؟ وين احقق انجاز جديد يضاف؟ هذه العمليه التعزيزيه في كل المجالات الحياتيه فعلا يكون لها دور مختلف، بالتالي راح تكون في ابتكارات تخدم الافراد تخدم الزوار بشكل جديد ومختلف مواكب لهذا التطور. بالفعل بشار في دوله الامارات وبالتحديد في اماره دبي ومتحف المستقبل، بتعزيز اكيد التواصل مع زواره وايضا كل المقيمين المواطنين اللي يحبوا يزورون متحف المستقبل تم اطلاق المتجر الالكتروني اللي يعرض التذكارات المستوحاه من هذا المكان وهذا المبنى المميز وايضا اللي تعرض بشاير لمحات من التجارب الغنيه اللي يوفرها اجمل مبنى على وجه الارض، وايضا راح يمثل هذا المتجر الجديد نافذه الكترونيه لاجمل الذكريات لمن زاروا المتحف من خلال اقتناء عدد من الهدايا التذكاريه الرائعه اللي راح تخلد زيارتهم في الذاكره. شان يزورونا من جديد وفي المستقبل كما سيتيح ايضا المتجر فرصه فريده من نوعها لمن لم يزر المتحف بعد من خلال معرفه ما يمكن للمتحف ان يقدمه عبر المعروضات المتميزه التي تحمل علامه المتحف والمصممه بطريقه فنيه مبتكره تعكس روح المتحف والقيم حقيقه اللي يمثلها فعلا بشاير ومن منا ما يحب يكون عنده مثل هذه التذكارات وهذه الامور خاصه انها من هذا المتحف الجميل يعني متحف المستقبل من فتحها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد براشد راشد ال مكتوم حفظه الله ورعاه شفتي كيف الناس توافدت عليه سواء مواطنين مقيمين وحتى سياح اكيد عشان شكل المتحف وايضا محتواه والتجارب الغنيه والفريده من نوعها بس تنزلين دبي انا علي عزيم على متحف خلاص تم راح تحسين انك بعالم ثاني مختلف يعني انجازات دبي دائما تبهر الجميع بمختلف <applause> انحاء العالم والاجمل من هذا لا نقف عند انجاز واحد، لا، هي انجازات دائما متتاليه في كل المؤسسات الحكوميه كانت او الخاصه. بالفعل بشاير انجازات مستمره وتضاف اكيد الى سجل انجازات المؤسسات الحكوميه في اماره دبي، ديوه كهرباء دبي اللي حصلت وحازت على المرتبه الثالثه في قائمتي اغلى واعلى المؤسسات قيمه في الشرق الأوسط الاوسط عفوا من ناحيه الخدمات وايضا بشاير حصلت وحصدت على اكثر الخدمات واس اسرع العلامات التجاريه نموا في دوله الامارات، وكذلك لفت التقرير الى النجاح الكبير اللي تم تحقيقه اكتتاب الهيئه خلال النصف الاول من العام الجاري، مؤكدا بان قوه العلامه التجاريه للهيئه ادت دور جوهري في تحقيق هذا النجاح، مشيرا الى الاهميه التي توليها دائما الهيئه للاستدامه والطاقه الخضراء لتحقيق الحياد الكربوني. بالفعل بشار دائما ديوا او كهرباء دبي دائما يعني هي عندها العديد من المميزات، العديد من الخصائص، تقدم العديد من الخدمات الخاصه بالطاقه المتجدده، الطاقه النظيفه اللي دائما تخدم افراد المجتمع. غير موضوع الطاقه دائما تسعى لان تكون هناك بيئه صحيه سليمه ومناسبه بالتالي يعني دائما تسعى الى وجود حقيقه كل ما يخدم بيئه دوله الامارات حتى البيئه المناخيه بالفعل بشاير لهذا الامارات تحلق باجنحه العلم لاستمطار السحب اثناء اقلاع طائره بمحرك توربيني مزدوج مثبت على جناحيها عشرات من عبوات الملح تحت شمس الصحراء في دوله الامارات يمسح مسؤول الارصاد الجويه عبد الله الحمادي خرائط الطقس على شاشات اجهزه الكمبيوتر اكيد بشاير عشان يكتشفون او يوصلون للاماكن الموجود فيها تكوين السحب وعلى ارتفاع 9000 قدم فوق مستوى سطح البحر تطلق الطائرة شعلات ملحيه حقيقه في السحب البيضاء الواعده على امل ان يتسبب ذلك في هطول الامطار والتي تسعى دوله الامارات العربيه المتحده الى الاستفاده من كل قطره ماء عبر تقنيه تلقيح الغيوم والاستمطار من اجل سد جزء من حاجاتها المائيه المتزايده بالفعل بشار دولتنا الحبيبه من انجاز الى انجاز من اسهام الى اسهام في جميع المجالات في جميع القطاعات دائما اللي تشوفينها تشجع دائما الشباب سواء بنات سواء شباب دائما يشجعون انه لا خلينا نجتهد نشتغل على انفسنا اكثر لان دائما دولتنا تحظى بهذه المكانه سواء على المستوى المحلي او الصعيد العالمي. عارفه في ظل الدعم المقدم من قبل القياده الرشيده وفي ظل تعزيز المرأه الإماراتيه وتمكينها بأن يكون لها الدور الأساسي في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة دائما سنسمع كل يوم في عندنا رائدة أعمال إماراتية جديدة صاحبة مشروع جديدة لأن في دعم بالتالي في أفكار وعقول إماراتية شابة تفكر دائما في الابتكار رح نتعرف اليوم على رائدة أعمال مميزة قررت أنها تفتح طبعا تخصصنا مركز لعنايه السيدات والتجميل حققت نجاحات كثيره وانجازات مختلفه وهي ايضا مورد اول للكثير من المنتجات الخارجيه خلونا نحب نرحب الر... نحب <تصفيق> <تصفيق> على <التجميل. تصفيق> خلونا نرحب بضيفتنا في الاستوديو رائده الاعمال بثينه احمد يا مرحبا بك صباح الخير صباحك سعاده يا مرحبا تفضلي اهلا وسهلا تفضلي يعني رياده الاعمال والنجاح فيها للمراه الاماراتيه بالنسبه لي كبشاير واكيد بالنسبه لي مش لي غريب احنا متعودين دائما ان تكون هناك سيدات اماراتيات رائدات في الاعمال وناجحات ايضا ولكن خلينا نركز على نقطه وايد مهمه ان الاقدام دائما على تاسيس مشروع او مشاريع تجاريه هو استثمار مش فقط يعني وعلامه تجاريه بعد باسمك يعني عارفه لويا كذي هو 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 مش فقط استثمار مادي ولكن هو استثمار مادي واستثمار مالي واستثمار وقتي وعائله عادي تقولي لي كيف تسيطرين؟ انا عندي بسم الله عليه ولد ومو قادره اسيطر الله يحفظه ما شاء الله، اول شيء يسعدني تواجدي اليوم في قناه الفجيره وشكرا على الاستضافه الجميله المذيعه المتالقه زينب والجميله بشاير يعطيك العافيه وانتم اكبر مثال للمراه الناجحه اساسا يا عمري انت شكرا اول شيء موضوع أن الإنسان يفكر في مشروع خاصة النساء لمسؤولياتهم مسؤولياتهم أكثر من الرجال شيء مش سهل كبداية لكن مع مرور الوقت مع الخبرة مع الظروف اللي تكون حوالينا تبدأ تبدأ المرأة شوي شوي يعني تحاول أنها تنظم وقتها تعرف تفرق بين البيت بين الأسرة بين الشغل في البداية أكيد صعب هي الموازنة الصعبة. فعلا. يعني تبين تبدعين في شغلك وتبين ببارد. تراكضين عليه ببارد. واذا متزوجه عاد العيال يعني... والمدارس <applause> لا خلي العيال الرياييل ما شاء الله <applause> بيتك ومسؤولياتك وطباخك وغيره اكيد شوفي انا بالنسبه لي اصلا حياة الاسريه هذا مشروع صح رائع. إذا مؤسسه مؤسسه اذا اذا المراه نجحت في مشروعها المنزلي هذا اللي هو البيت، الزوج، العيال، حتى لو مش متزوجه عندها ممكن الام، ممكن الابو، اذا نجحت راح تقدر تنجح في كل مشاريعها الثانيه. حلوة، رائعة كلمتك. آه فدائما قلت لك في البدايه لازم راح يكون في صعوبات، لكن موازنه الشيء، الاصرار عليه، حب النجاح نفسه في كل شيء راح يخلي المرأة اكيد تقدر على تنظيم وقتها. فعلا حلو يعني يمكن ابو ثينه اكيد نتفق انا وبشاير في هذا الامر ان لما يتوجه الشخص او رائد الاعمال لمشروع اكيد يشوف هل هذا المشروع فعلا يلبي احتياجات افراد المجتمع ام لا فكيف فكرتي في هذا الموضوع او كيف كانت الاهداف في البدايه عشان تشوفين فعلا هل مناسب لافراد المجتمع يلبي احتياجاتهم ولا لا أو اوكي اول شيء البنات شو شو اكثر شيء يحبونه ميك اب ولبس بالضبط وانا كوني ميك اب ارتست فكنت دائما لما كنت اروح عند الكاستمر كان نلاقي صعوبه في مثلا تركيب الرموش في اختيار مثلا لون الفونديشن المعين لبشرتها نوع الكريم الاساس نوع المرطب فقلت ليش ما اسوي شيء خاص فيني في نفس الوقت اختار برودكت يكون وايد ناجح ووقت ما انا اقدم هالشيء انا اقدم نصائح رائع البشرة مثلا هاي اللون يناسبها هالدرجة ها نوع البشرة هاي يناسبها البرودكت فأنا كذي وفرت شيئين إني أنا نجحت بمشروعي ووفرت مشروع يخدم النساء حلو. الطريقة بطريقة جدا سهلة يعني وهذا اللي تبحث عنه دائما كل سيدة فعلا. خصوصا النصائح وهذه يمكن بالضبط. كلنا عنا اطلاع في هذا الموضوع بالضبط. طيب بثينا أنا كنت أسمع يدي الله يرحمه كان يقول ابعد دائما عن كلمة شوك شوك أي. شين شراكه الواو وكاله والكاف كفاله هل انت تحبين المشاركه في المشاريع ولا تحبين انه يكون لك مشروعك الخاص طفلك الخاص فيك وانت تكبرينه بكل ما تملكين من طاقات ايجابيه ومجهود جميل اول شيء انا مع جدك الله يرحمه <doğru> ابعد عن الشوك انا جدا ارفض موضوع الشراكه أه لها وايد اسباب مم. سواء كان ها الشريك حد من الاهل من الاصدقاء او حد من برا مثل ما قلتي طفلك تحبين حد يشارك يشاركك في تربيته حد؟ لا تحبين انت تطلعين في ابداعك تربيتك بطريقتك نجاحك نفس الشيء المشروع بس ليش احس كلامك من واقع تجربه جربتي فيها طبعا اكيد صح؟ صح؟ اكيد <applause> اه شاركتي <applause> حد <أكيد. تصفيق> آه في البدايه لكن بعدين خلاص رفضت الشيء تماما آه شوفي تبي تحافظين على علاقاتك لا تشاركين حد بشغلك هذا دائما الانسان يحطه في باله آه وبعدين الانسان لما يمسك مشروع بنفسه دائما يحب يشوف ابداعه نجاحه تخطيطه بهالشيء آه كيف راح يستمر والانسان لما يتحمل مسؤوليه مشروع بنفسه يتعلم اكثر طيب شوفي علشان ما نظلم يعني لا يقولون بشاير وبثينه الحين ظالمين الناس اللي تشارك في ناس ممكن تشاركينهم فعليا تكون الافكار واحدة تستفيدين ايه؟ وتكون شراكه ناجحه يمكن نكون احنا سقطنا خليني اقول سهوا في اختيار الشريك الخاطئ خليني اقول واللي قد يؤثر سلبي على المشروع لكن ما نقدر نلغي فكره أنه في شركاء يعني والله ناجحين ما اعرف وين يلاقونهم ينعدون وين ندورهم ينعدون على اصابع <applause> الله ويهنيهم يا <applause> كخبره اذا كان عندك صديق انا بالنسبه لي احس انه ممكن يوصل لمرحله ان المال يخلي الاصدقاء يخسرون بعض او الاهل يخسرون بعض وهاي مش بس على خبره بعد على سمع اللي حوالينا يعني انا بعد رائد اعمال او صاحبه بزنس عندي كثير من الصديقات نفس الشيء وكلهم طاحوا في نفس المشاكل انت شاكيني وما عليك انا ما, ما بفلس <applause> حبيبه قلبي بس بالافكار بس بالافكار انا, بس بالأفكار. أنا <applause> <إبداع> افكار وابداعات <applause> عمري اصلا بين عليك الله. الابداع اساسا حبيبه قلبي حبيبتي. بس فدائما الانسان لما يكون اصلا عنده مشروع ويتعب عليه يحس بقيمته <applause> فعلا بالتالي ابو يمكن وايد ركزتي على كلمه احلام طموحات وايضا اهداف رائد الاعمال وبالتحديد في دوله الامارات اللي يكون عنده هذه الاحلام والطموحات الجميله، كيف ممكن يساهم في النمو نقول الاقتصادي وايضا نمو المشاريع داخل الدوله؟ اكيد اكيد انه اي مشروع عن له يساعد في تحريك عجله الاقتصاد في البلاد في العالم كله بس احنا كان راح نتكلم عن الدوله صحيح انا الحين لما افكر افتح مشروع شو اول شيء راح اسوي؟ تراخيص تراخيص هذه كلها محتاجه دفع لما ادفع هاد الدفع وين راح يروح عجله الاقتصاد الضرائب مشروعي محتاج ادوات محتاج امور انا استخدمها في مشروعي ها وين راح اخذها راح اخذ من مشاريع ثانيه هالمشاريع الثانيه لما اخذ منهم راح اشيها انا حركت عجله الاقتصاد ما اروح ما راح اروح بعيد اليوم انا جايه تنكم اللقاء وانا جايه من راس الخيمه لهني شو 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 سويت استهلكت بترول عبيت بترول انا هني حركت عجله الاقتصاد مريت خذيت لي كوفي دفعت <applause> هني انا حركت عجله الاقتصاد حبيب قلبي مريت على سوق اليمعه خذيت لي جوز الهند هني حركت عجله الاقتصاد صحيح <applause> <applause> يعني في ظل الدعم الموجود يعني حتى التراخيص وخليني اقول الضريبه وغيرها مفتوحه دائما ابواب دوله الامارات أعمل. لكل الشابات الاماراتيات أعمل. حتى المقيمين من اجل طبعاً. دائما خدمه هذا الوطن أه يمكن اللي يتابعونا اليوم يقول لك والله بثينة تضحك والموضوع وايد حلو كان وسهل. الحياة <applause> ورديه وزوت مشروعها بشكل وايد سهل يمكن ينسون ان حقيقه رائد الاعمال يجب ان يتميز ببعض المهارات في شخصيته، لازم يكون يعني مو نفسي مثلا راتب ينزل اليوم يخلص باتشر يعني في النهايه في مواصفات في رائد الاعمال يجب ان تكون متوفره، شنو هاي المواصفات اللي خلتك رائده اعمال اماراتيه ناجحه؟ شوي اول شيء المهارات هاي تكتسب. اوكي. مع الخبره مع التطورات مع الاختلاطات مع الناس اكيد الانسان راح يكتسب مهارات مش فطريه لا الفطريه مش ما تكون مهارات الفطريه تكون صفات نقدر نقول عنها صفات الشخص بالضبط صفات الشخص نفس مثلا التوكل التخطيط الصبر الثقه وايد امور لكن المهارات هاي انا اكتسبها مثل اكتسب مثلا طريقه التخطيط للمشروع اكتسب الفكره نفسها انا اكتسبها من وين من المجتمع شو يكون محتاج؟ إيه محتاج بعض الاباء مثلا او الامهات يكونون رجال اعمال او سيدات اعمال يعني سبحان الله كلهم صح لا نفس الشيء ما ادري يا شيخ ما <مضح> <applause> هذا يكون ما كسبوا عيالهم ما ما كسبوا عيالهم الخبرات او الامور اللي هي أو ما توجدوا معهم في البيئة في إيه. <مضح> نفس المكان يعني <مضح> لو كان موجود الشخص راح يكتسب هذا لأن الشيء المهارات هي مكتسبة قلت لكم فإذا الأب والأم ما كسبوا المهارات هذه الأبناء كيف راح يكتسبونها؟ طب أهم مهارة توفير المال أي واحد صح أي واحد يبغى يفتح كان بالضبط أي واحد يبغى يفتح مشروع لازم اكيد ما راح افتح من راتبي يعني، لازم يكون في راس مال مثل ما يقولون اهالينا قبل راس مال يصلبك يعني تكونين صلبه فيه. بالضبط. عادي تقولي لنا كيف كنت تتخيلين <applause> <applause> أي الثقافه، كيف كنت يعني حقيقة نفس ما قلتي هي مهارات مكتسبة، يعني واحنا السيدات أكثر ناس نصرف على الفاضي وعلى المليان. بالضبط. فعملية أهم مهارة لفتح أي مشروع هو رؤوس المال. فاكيد ما راح ناخذ قروض اكيد ما راح نزيد نفسنا وعلى كاهلنا ديون فبالتالي كيف كانت عندك هاي المهاره كيف اتقنتي شو بالنسبه لي انا آه مش بالمال بالتخطيط الصح اوكي كيف كان التخطيط ثاني شيء في جمله دائما احطها انا بحياتي نو ماني نو هاني ها شي دائما الانسان يحطه في باله صدقين لو قلت لك انا بديت حياتي المهنيه ب 1000 درهم سبحان الله كيف البركه تيجي بألف درهم لكن هي كانت تخطيط صحيح بالألف درهم خذيت أغراض قمت أستعرضها على المسدحلة. يعني بديت برأس مال بسيط جدا يعني ألف درهم ألف درهم ألف درهم يعني جدا المبلغ كان بسيط اي ويقدر اي شخص يمتلكه ببطل. بالتالي بثينه قلتي التخطيط يعني ايه؟ كيف يقدر الشخص فعلا اذا حاب يدخل في مجال رياده الاعمال او حتى لو يفتح مشروع حتى بنقول في المنزل مشروع صغير كيف يبدا يخطط كيف التخطيط يكون بطريقه صحيحه وسليمه اول شيء اول سؤال انسان يحطه في باله المشروع اللي انا اسويه لازم يخدم المجتمع حلو شو اسوي يخدم في يخدم في المجتمع هاي اول فكره الفكره اذا جت صح واختار الانسان شيء يناسب المجتمع المجتمع فعلا يحتاجه هذا اول تخطيط صحيح عارفه انا شو بسوي شو؟ بسوي ريبوتات يخدمون السيدات في المنازل <applause> يسوي كل شيء مشروع جدا ناجح خيلي جدا ناجح جداً. حسيت انه آه تخيلي كل واحد اللي روح اغسل روح سوي الاوتي غسل الصحون ولا, اسمه والريبوت اذا برمجتيه صح رح يمشي. رح راح يمشي راح, 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 راح موجود حاليا يعني تم اصداره من قبل اكبر الشركات العالميه بس شوفي انا انسانه وايد واقعيه ما يمكن زينب تعرفني آه مش سهل اللي هو ان نفتح مشروع وب1000 درهم الحين الناس كلها تقول والله 1000 درهم زين انا معي 5000 مش سهله في صعوبات على حسب المشروع لا بس في صعوبات في عوائق في مطبات في سقطات وفي نهوض من جديد وسقطه ثانيه ونهوض اخر كيف قدرتي او شيء قولي لنا شنو الصعوبات اللي مرت عليك وشنو وكيف قدرتي حقيقه تتخطينها؟ شو الصعوبات كثيره وفي كل المجالات مو شرط ان الانسان يكون عنده مشروع حتى لو كان عمل عادي بس دائما القوه والاصرار يخلي الانسان يتجاوز هالصعوبات اللي تستوي حتى معاملتك مع الناس تلاقين صعوبات احيانا مم. والانسان اذا ما طاح ما يتعلم والانسان دام عنده اصرار وحب للنجاح راح يطل... راح يقوم ويصير اقوى واقوى فانا بالنسبه لي صعوبات وايد ممكن تكون صايرة لي انا ما صايره لغيري نفس شنو نفس شنو قلت ودي اعرف لان انت قاعده تتكلمين بشغف وحب طبعا غريب. انا وايد احب البزنس اي غريب جدا وايد احب البزنس آه وايد يجب ان يعلم الجميع ان هذا الشغف والحب ما جاء من عبث شوفي هو الحب شو؟ الحب أن انت يكون عندك شغف تنجحين فيه، النجاح نفسه انك انت تسعين لشيء وتوصلي له آه لازم الانسان يكون عنده اصرار لازم دائما ما يسمع لبرا لازم راح تجيله احباطات من كل مكان داروا اموركم بالكتمان او على قولة اخواننا المصريين داري على شمعتك تإيد بالضبط صح فهي <applause> نفس ما قلت يمكن هذه العزيمه الاصرار طبعًا اللي عندك حبك إنسان... للمجال الشخص بالضبط. لما يحب الشيء اكيد يحب انه ينجح يثابر دائما بشار الشخص يحب يعني يحقق احلامه الاصرار عارف. على النجاح يخلي الانسان يمشي سيده ويقوم بسرعه وما يفكر باي صعوبات وتحديات سبحان الله وتروح مع الحب والشيء احنا قبل شوي قلناها اليقين دائما بالله سبحانه وتعالى وعزيمه واراده راح يتحقق كل شيء حتى الصعوبات احنا شيء عادي الله وناس والله اهم شيء الانسان دائما يفكر بايجابيه اي بس في نفس الوقت يحط قدامه السلبي احتياط أيه؟ هذا عشان لازم ما ينصدم لازم يعرف انه في شيء في تحدي في شيء صعب راح يواجهه اكيد في هالمشروع اكيد يعني بثينه اتمنى لك كل التوفيق في هذا المجال وانت نموذج ومثال يعني يحتذى به للمراه الاماراتيه في مجال رياده الاعمال رائده الاعمال بثينه احمد شكرا لك شكرا, شكرا لك نورتينا يعطيك العافيه طاقه الحب والشغف والنشاط في الاستديو يعطيك العافيه يعطيك الصحه فاصل ونرجع نكمل معكم مشوارنا وفقراتنا لهذا الصباح انتظرونا من الاشخاص اللي يحبون يقرون العديد من الكتب هم اشخاص دائما متلهفين الى المعرفه الثقافه واكتساب هذه المعرفه والمهارات بشاير دائما يعني يتينا من قراءه كتاب قصة أو حتى رواية حسين دائما هذه المعارف تفتح الآفاق للعديد من الأماكن العديد من المهارات وأيضا اكتشاف الشخص العديد من القدرات وزميلتنا نوار في فقرة صحبة الكتب دائما تعطينا عارفين حكايات جديدة قادرة حقيقة على أنها تطور من ذواتنا وتوسع من مدارك الفعل والفكر لدينا تعالوا نسمع حكاية نوار لهذا اليوم الشاعر الفرنسي بيجلن نشر كتاب عام 1884 بعنوان الشعراء الملعونون وكانوا ثلاثة بحسب تصنيفه تريستان كوري أرثر رامبو وستيفن مالاريمي بعدين رجع طبع الكتاب مرة ثانية عام 1888 أضاف لهدول الشعراء ثلاثة كان من بينهم هو بالذات فهو كمان بيعتبر نفسه شاعر ملعون منبوذ ومسحوق انتشر هذا المصطلح بعد ما اخترعوا فيجلين انتشار كتير كبير وواسع وصار عليه العديد من الدراسات وسعوا من تطبيقه لحتى يشمل شعراء أكثر من الست اللي طرحهم صديقنا فيجلان شو المقصود بهذا المصطلح وشو يعني يكون الشاعر ملعون أو منحوس أو حتى منبوذ؟ معناه هو هذا الشخص الغريب او غريب الاطوار اللي بيعيش على هامش المجتمع شخص بيرفض الامتثاليه الاجتماعيه وبيتصرف بطريقه مستفزه وخطيره هو شخص لا اجتماعي بالمعنى الحرفي للكلمه شخص مولع بالتدمير الذاتي للذات بمعنى اخر هو شخص بيدمر نفسه بنفسه وبيتلذذ بهذا الشيء وبيشوف كمان في متعة ما بعدها متعة وهو شخص بموت عموما بكير قبل ما حتى الناس أو يكتشفوا عبقريته لأنه يقال أنه سابق لزمانه التعريف بينطبق كل الانطباق على بودلر اللي كان عم بحاول ينتحر اكثر من مره لكن بالنهايه صار مجنون لما كان عمره 46 وصل لمرحله الجنون، مين بيقدر يتخيل المعاناه اللي كان عم بيعيشها وهل السؤال اللي دائما بيطرح نفسه لو هي المعاناه كان رح يتحفنا باروع قصائد الشعر الفرنسي او كان رح يحقق نجاح هذا لا يعني انه كلهم كانوا على حافه الجنون او كلهم كانوا بهي الشخصيه في امثله مختلفه تماما او بالعكس تماما من اهمهم فيكتور هوجو فيكتور كان كاتب ناجح جدا حتى على المستوى المادي لانه كتاباته كانت يعني عم تعطيه الملايين وعاش حياه من اسعد وامتع ما يكون لكن رح نرجع لقصتنا الأولى اللي ما عرف الشهرة بحياته ولا الأمجاد ولا الأموال ولا أي شيء تاني ما عرف غير الخيبات الكبيرة شهرته انفجرت بعد موته مثل نيتشه وبالمناسبة نيتشه بيقول هناك أناس يولدون بعد موتهم حتى والدته كانت ما بتعرف قيمته إلا بعد ما توفى بيقول انه كانت مثل المجنونه وتحسرت كثير عليه لانه كانت رح تعامله بطريقه اخرى لو عرفت انه شاعر عبقري لهي الدرجه. يقال انه السنوات الاخيره من حياه بودلر كانت عباره عن كوابيس ما لها نهايه، ما اللحظات النادره اللي بيوصل فيها لكتابه القصائد، قصائد مريضه جديده، وشوفوا شوفوا المصطلح قصائد مريضه لانه فعلا كان هو مريض بالشعر وكان مريض بكتابه القصائد، هذا ما كان هجاء او ما كان يمكن ذم للشاعر، كان اكبر من مديح، كان فعلا مريض بالشعر والشعر كان مريض فيه مثل ما متعارف عليه، ولو ما هيك ما كان انتج ازهار الشر، اهم ديوان بتاريخ الشعر الفرنسي. الشعر نادر جدا. على عكس مما نحن ممكن نتوقع القصيده ما بتعطي نفسها الا بعد ما تتعب كاتبها على حطام المعاناه والاحتراق تولد القصائد العبقريه شعر حتى من الشعر من القصايد ومن ابيات القصيد نقدر اكيد نستلهم العديد نقول من الثقافات الامور المعرفيه وايضا التجارب الشخصيه اللي يمر فيها الشاعر من خلال هذه الابيات خلينا من الشاعر تعالي ناخذ الموضوع بشكل اعمق حقيقه الناس انا احسدهم اقولي على الهوى عيني خضراء احسدهم اللي يحبون القراءه فعلا هم ناس عباقره بكل ما تحمل الكلمه من معنى في هوس محمود في بعض الهوس ساعات يكون مذموم يعني في ناس مثلا تعشق القراءة فتقتني كتب جميلة ورائعة قادرة حقيقة على تغيير ذواتهم وفي ناس تسعى أنها تحصل أو تقتني منديل لفنان أو لمطرب معين أو خليني أقول توكة أو كليبس لمطرب أو فنان معين في النهاية هي يعني يحترم كل العقليات هذا التقدير لكن اختي هوس عن هوس يفرق هوس مبالغ فيه يمكن مشاير اكيد مثل عرض منديل محمد عبده او مطرب وفنان العرب بمبلغ خيالي واثار متجر سعودي بشاير حاله من الجدل الواسع بعد عرض منديل ورقي مستخدم للفنان محمد عبده بسعر خيالي جدا 30 الف ريال سعودي شوفي بنوره خط احمر يعني بنوره غير. فنان العرب اي بنوره غير يعني واتوقع ان شوفي في نفس الفكره موجوده في احد المتاحف في بريطانيا في لندن ان تم عرض منديل ولكن من قماش مطرز عليه اسم احد الاميرات الموجودات في زمن من الازمان في لندن ما اعرف اذا هي الفكره حقيقه مشابهه اودهم ينشرون ثقافه بيع المقتنيات للفنانين بالمجتمع السعودي لانه المتجر سعودي فبالتالي اتوقع في اهداف يعني أنا أشتري لي علبة فاين الكرتونيني بعشر ربيات يعني في 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 قصة في الموضوع شنو هالهدف ودي صراحة أدخل في مؤسسين هذا المشروع وعارف شنو الاهم او صاحب المتجر إيه. هم اللي عرضوا بهالمبلغ بشاير ونفس ما قلت يمكن هنيهم قاعدين يشوفون نقطة حب الناس لبعض الفنانين، كيف يكون بعض يعني المعجبين يكون فعلا عندهم هوس انه بنمتلك شيء لهذا الفنان واثار او اشار متجر بشاير برواز ان المنديل اللي استخدمه الفنان كان في حفلة في مدينة ابها 2022 وعرض المتجر هذا المنديل الورقي المطوي بطريقة مثل مثالية مثل ما قاعدين نشوفه كتب عليه بالحبر أسود منديل محمد عبده مرفق برسمه القلب زين ايش دراني ان انا هو المستعمل بخبط يعني باكيت الكلينكس فيه يمكن 100 أتوقع ايش دراني انه هو اللي اللي مستعمل نفس ما انت تسالتي رواد يلا 30 ألف 30000 اثبتي لي ان من استعمل هذا المنديل صح. فنان العرب راح اشتري عشان اتاكد اي ما حق ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كان عندهم نفس التساؤلات اللي انت قاعده تسالينها الحين فعلا ليخرج بقلن. حساب متجر برواز عبر تويتر بمقطع للفنان العرب محمد عبدو في حفلة أبها نفس الحفلة اللي ذكرناها أثناء استخدامه للمنديل وبعد ما خلص الحفل سارعت إحدى الفتيات لإقتناصه والاحتفاظ به كتذكار يعني موضوع... عرضوا فيديو أن هذا هو المنديل اللي كان في إيده يا اختي كل المناديل لونها ابيض، لو كان لونها احمر ممكن يكون مميز، شوفي اتوقع يعني لو في اي ساين يعني انا جدراني ما في اي عرفتي؟ فاتوقع أه الهدف من الموضوع لا اعلم حقيقة وما لي الا حقيقة يعني انا اقول رايي الشخصي، في النهاية كل انسان له طريقته في التفكير للتسويق، أه بس نفس ما ذكرت في بداية فقرة الترند ان هناك هوس يخدمنا حقيقة صح. كبني ادمين وهناك هوس ممكن يكون حقيقة مرضي وبحث أيضا بشاير ممكن يخدم العلماء وبالتحديد علماء الآثار العثور على خواتم ذهبية مذهلة في مقبرة عود للعصر النحاسي في رومانيا عثر علماء هؤلاء يعني أو علماء الآثار بشاير في جمهورية رومانيا على مجموعة مذهلة من الخواتم الذهبية اللي تدل من رأس امرأة داخل قبر عمره أكثر من 6500 عام شوفي انا احب رومانيا انا زرتها واتوقع العاصمه بوخارست فيها هذه عمليات التنقيب ولان هي منطقه شوي خليني اقول تقليديه تراثيه شوي كوني انا رحت يعني عارفه عايشين في زمن ان البيوت فتعرفتي على الثقافه وشفتي البيوت كان خشب ثقافه جدا بسيطه يقعدون الصبح يرعون مع احترامي لك ولكل السامعين البقار ياخذون الحليب يسوون الجبن دائما في عندهم حقيقة اكتشافات مبتكرة وجميلة قادرة على أنها تخدم هذه المنطقة وفي كثير من المواقع الأثرية اللي أتوقع راح تطلع أكثر من هذه الخواص صح وفعلا يعني بشائر الكلام اللي قلتيه كله في محله لأنه وصف المستكشفون أو علماء الآثار أن هذا الكنز فريد من نوعه ما كان موجود مسبقا في وسط وأيضا في شرق أوروبا وقالوا أيضا بشائر أن المقبرة تعود إلى العصر النحاسي وحصلوا داخلها 169 خاتم وايضا 800 حبه عظيمه وسوار نحاسي عفوا السؤال المنطقي عند السيدات الحين شنو اللي شو عيار كم <applause> <شم. تصفيق> 18 ولا 21 ولا 22 بس احسبي عاد من كم سنه 6500 سنه انت عارفه راح يكون اغلى ثمنا من الذهب الحين يعني الحين الذهب اصلا بشكل عام في انخفاض بسيط صح معني انا راح بروح إيه يرجع يرتفع إي. اتوقع مثل هذه الخواتم راح تكون هي اثريه فبالتالي دائما الشيء الاثري تغلو قيمته فاتوقع في اكتشافات اخرى راح تكون غير هاي الخواتم لانه دام وجد هذه الكميه يعني هاي مش كمية قليلة يعني من الخواتم راح يكون في أشياء مختلفة والأيام كفيلة وعمليات التنقيب قادرة على الكشف المزيد والمزيد بشعر وهم ما اكتفوا فقط انه يعني باستخدام او اخذ هذه الكنوز، ايضا قالوا العلماء ان يرجع ان هذه المراه تعود الى نخبه المجتمع اللي هي المراه اللي حصلوا عندها هذه الخواتم نظرا لكميه الذهب المدفون وياها وحاله جثتها اللي تشير انها كانت طويله تتغذى بشكل جيد وان الحاله الجيده لاسنانها قدمت المزيد من الادله، انها تتمتع بوضع مادي مريح وفقا لموقع راديو مونت كارلو. يعني ما شاء الله عليها كلها الذهب الله يرحمها ويغفر لها يا رب. المدفون معاها طبيعي تكون صحتها زين يعني قبل شوي ضيفتنا قالت الاستاذه بثينه قالت نو ماني يعني ما في فلوس ما في عسل يعني لا اتفق في هذا الموضوع ولكن في النهايه ما ادري شنو الربط خلاص احنا شننا بالجثة خلاص شو الاكتشافات الموجودة أين ستذهب هذه المقتنيات لمن ستعود في أي متاحف ستعرض وهل هي حقيقة هذه هي الكمية فقط أم هناك كميات ثانية أخرى مخيفة ومهولة خلف هذه الخواتم والجميل في علماء الاثار بشار اللي اكتشفوا هذا الشيء انه بعدهم ما زال بحث مستمر طبعاً. عن هاي المراه ثقافتها تعود لاي طبقه لاي عصر بالتالي هو يعني تحسين اكتشاف متكامل مم. وبحث متكامل من قبل علماء الاثار اتوقع هي عايشه كانت في العصر الارستقراطي يعني ان توجد هذه ما ادري عندك هالكميه من الخواتم لا ما يعني <applause> ما اتوقع في ناس تحب تقتني كميه معينه من الخواتم ولكن بهذه الكميه ما خفية أعظم أنا متأكدة ولا تنسي غير 800 قطعة اللي كانت موجودة والسوار النحاسي يعني أشياء ثانية غير الخواتم هي الحلاثم. ماتت صح؟ إيه؟ <applause> خي ورثون للشعب <applause> الله يرحمها ويغفر لها مش بس يمكن الذهب هو اللي يعتبر غالي بشاير أيضا آيفون وآيفون الجديد أبل آه 14 بسعر خيالي ومميزات أيضا خيالية كم سرعة أعطيني السعر قالوا بس قالوا انه راح يكون اكثر يعني تسربت هذه المعلومات انه السعر راح يكون اكثر من ابل 13 او ابل 13 اغلى يعني اي اغلى الله يبشرك بالخير زينب اعطينا <applause> المواصفات خلينا نشوف اذا تحمسنا يعني ساعات ممكن تقتنين اشياء فعلا صح تستاهل تستاهل وتبقى معاك العمر فعلا سعر اغلى من المتوقع وتغيرات ثوريه في اصدار هاتف ايفون 14 كشفت تسريبات اخيره عن مفاجات من العيار الثقيل، تتعلق بسلسله هواتف ابل المنتظره اللي سوف يشهدها وفقا للتسريبات والتغيرات ايضا الثوريه في تصميم الشاشه. ومزايا مزايا الكاميرا هذا بخلاف سعره اللي يتوقع الخبراء بشاير ارتفاعه مقارنة بالجيل السابق آيفون 13 يعني شوفي لو كان الارتفاع يعني الحين الآيفون أصلا 13 3700 3600 ممكن يكون مثلا 4600 بعد غالي بس حلو ممكن 6000 لا 6000 تليفون تخيل اجيب كاميرا كانون احسن لي هاي آه, ريزوليوشن واختار عدسه مميزه باسعار جدا جميله بس شوفي اتوقع آه, ايفون قاعده تبدع آه, وحقيقة عندها خطة تسويقية صحيحة وسليمة تعرف كيف تشد كل عشاق طيب. واللي يحب اللي يستعمل ايفون سأليني انا ايفونيه صعب تبدلين صعب تروحين لاي مكان ثاني خلاص انا تعودين علي بيرسون اي ما تقدرين فبالتالي تدورين دائما على الشيء الجديد والناس الحين ما في لا فاشينيستا ولا مشهور سوشيال ميديا ولا مذيع ولا اعلامي كل الناس تتصور وكل الناس تبحث عن كاميرا حقيقه حلوه وتطلعهم حلوين وامامير فبالتالي احييهم والله اللي لما تسمعين يعني باقي المميزات اللي ممكن اكيد او راح اكيد تشجع الناس انهم يمتلكون هذا الهاتف وفقا لموقع سينت دوت كوم يطرح ايفون 14 بزياده تقدر بنحو 100 دولار مقارنه بالجيل الماضي لارتفاع اسعار حلقات سلسله امدادات مكونات الهاتف ابل وذلك رغم تاكيد تسريبات سابقه ان الهاتف المنتظر بشير ممكن يطرح بنفس سعر ايفون 13 وايضا اشار الموقع لطرح الهاتف شاشه عرض بالغه النقاء كاميرا بدرجة وضوح قدرها 48 ميجا بكسل مع هواتف فئة وأيضا كشفت هذه التسريبات عن صور خاصة لشاشات موديل آيفون 14 برو آيفون 14 برو ماكس راح أشتري <applause> <applause> ماكس ولا برو راح أشتري ولكن عارفة أن تخطين هذه الخطوة تبادري لازم, أي لازم تكون شخصية مبادرة قادرة أنك أنتي تخطين هذه الخطوة بقلب قوي ولكن اتوقع اني انتقص شوي لبعض من سمات الشخصيات المبادره، واتوقع ان احنا بحاجه ان احنا نعرف كيف نكون شخصيات مبادره بالشكل الصحيح والمطلوب. فعلا هي سمات وصفات بشاية نفس ما قلتي وبعض الاشخاص هم فعلا اشخاص مبادرين، راح نتعرف على اهم مميزات الشخصيه المبادره مع المدرب المعتمد في التنميه البشريه والعلاقات الاسريه استاذه ياسمين الخالدي، صباح الخير. صباح الخير. الورد صباح الورد بالياسمين صباح الله بالخير صباح السعادة اهلا وسهلا حياك الله يا مرحبا بك احب المبادره بس والله متعبه <applause> اليوم رح نتعرف معاك على شاشة يعني كلها تبادر مرة مرة لا. وإرادة وحب وتواصل مع الآخرين ستصبح سهلة أكيد إن شاء وبالتالي الله. يمكن السادة ياسمين بشاير ذكرت بعض الأشياء وقالت بعض السمات أو الصفات تكون متوفرة في هاي الشخصيات أو هؤلاء الأشخاص تعالي. ما هي أهم أو أبرز سمات الشخصية المبادرة؟ بعد آه بدي أشكركم على إتاحة الفرصة للتواجد وهذا الموضوع الإيجاب الجميل وطبعاً شخصيات الحلوة الإيجابية اللي تترك أثرها على نحن الله يسعدك. كثير من الأشخاص يخضعون إلى ضغوط حياتية كثيرة قد تكون ضغوطات اقتصادية ضغوطات أسرية اجتماعية ضغوطات الأولاد فيستسلمون لهذه الضغوطات ولا ينسجمون ولا يتواصلون مع الواقع على العكس الضفه الاخرى اشخاص اخرين اللي هم لا يستسلمون لهذه الضغوطات ودائم لديهم الوازع ولديهم الفكر في احداث التغيير في انفسهم اولا ومن ثم احداث هذا التغيير في المجتمع. اصحاب هذه الشخصيات الثانيه اللي انا اتكلم عليها هم شخصيات المبادره. ما هي سمات الشخصيه المبادره؟ اول شيء يكون قبل كل شيء انسان كيف يكون مبادر؟ لازم يكون عنده فن التواصل مع الآخرين طيب كيف يكون إلى فن التواصل مع الآخر لازم يكون إنسان يمتلك ثقة بالنفس؟ انسان يشعر انه مؤثر بالاخرين وكيف يشعر انه مؤثر بالاخرين عندما يكون متصالح بادئ ذي بدء مع نفسه ومحب لنفسه ويرى الصوره الذهنيه الداخليه والخطه السلوكيه الداخليه لديه هي تحمل ايجابيه فيعكس هذا الحب الداخلي لنفسه على الاخرين استاذة ياسمين يعني انا قبل شوي قلت انه قد يكون الانسان قوي الشخصيه قد يكون الانسان واثق من نفسه قد يكون الانسان قادر على خدمه الاخرين ولكن لا يلغي فكره انه هو انسان مش كل الامور قادر على اتخاذ القرار القوي بالمبادئ يعني مثلا اشتري ايفون 6000 ودي اشتري بس <applause> ما في ميزانية. يقول ألو. كل يقول ألو. <applause> <applause> جاهر ما في ميزانية. كل يقول ألو. هذا بالكواليس كلنا مع الموضوع. عرفت أنا يجب أن أكون شخصية مبادرة. فكرة المبادرة ما هي الأمور التي يجب أن أكون فيها شخصية مبادرة؟ هل هي أمور مادية، معنوية، اجتماعية، نفسية، حياتية؟ روح المبادرة تأتي من داخل الإنسان إن قرر هو ذلك وإن وظف هو ذاته في الظروف اللي تناسبه يعني هو قرار قرار وليس اختيار، <applause> هو قرار انا اريد ان اكون شخصيه مبادره، متعاونه، محبه، هذا قرار داخلي، لا ياتي الاخرين ان يقولوا لي انه يجب ان تكوني انت شخصيه مبادره وانا ما عندي المكونات ولا عندي القدرات والامكانيات ان اكون شخصيه مبادره، انا رافضه هالشيء، فهو قرار داخلي من ينبع من داخل الانسان عادي أكون من مبادره في كل شيء ما عدا الامور الماليه مثلا؟ لا لازم تكون كريمه في كل شيء يعني جدتي <applause> على الامور <applause> الماديه ارجوك يعني لا انا اقصد لا خليني اوضح لك نقطتي، دائما الشخصيه المبادره يمكن تتفقين معي زينب، الشخصيه اللي تبادر هي <applause> شخصيه متعاطفه <applause> صحيح فبالتالي هي راح تبدي اللي حولها على حساب نفسها صحيح <applause> هذه هي نقطتي صحيح <applause> صحيح فانا ممكن ابادر مع الجميع ولكن احرم نفسي <applause> لا التوازن اساس الحياه التوازن احنا اليوم يعني احنا قائمين على التوازن في الحياه صح ولا لا حتى خلق الكون قائم على التوازن ولا كان طبقه السماء على الارض صح ولا بيني وبينك مسافات بيني وبين اولادي مسافات بيني وبين صديقتي مسافات حتى في العلاقه الزوجيه في مسافه واساس الحياه الزوجيه والتربيه الوالديه والصداقه بينك وبيني وبينك وبين بينك وبين زينب في توازن في العلاقات، فالتوازن في العلاقات والحنكه والحكمه والعقلانيه والمنطقيه هو اساس كل شيء، م. يعني انت شخصيه تطمحين ان تكون شخصيه مبادره، ادرس الامور كيف انه اكون انا شخصيه مبادره، لازم اكون شخصيه عندي مهاره التواصل مع الاخرين، عندي ثقه بالنفس، عندي مهاره الاقناع مهارة الإقناع جدا مهمة في تواصلي مع الآخرين، وهذا يحتاج إلى الحنكة ويحتاج إلى الذكاء ويحتاج إلى انتقاء الكلمات والمفردات في الوقت والزمان المناسب. طبعاً أنت من تكونين عندك علاقة وعندك مهارة الإقناع لازم قبل كل شيء تمتلكين وتعرفين معلومات عن الشخص اللي أنت جالسة تريدين تقنعيه في موضوع معين. شو مفتاحه؟ شو الأشياء اللي يحبها؟ شو الأشياء المناسبة؟ والله يا أستاذ ياسمين في ناس عندها قفوله ما لها مفاتيح. لا هي تعتمد على المهارة، احنا نقوي نفسنا هو صحيح لكن <applause> احنا في مجال عملنا المشاكل الزوجية والوالدية والتربوية والنفسية كل قفل إلى مفتاح صدقيني ولكن هناك يمكن توصلين اي اي لا صحيح صحيح هذا من الواقع وليس انه كلام ولكن قد انت تحلين المشكله مشكله معينه بطريقه اسرع ولكن مشكله تاخذ منك وقت لكن انت عندك الادوات عندك المهارات عندك العلاج عندك الاشياء المعرفيه اشياء الاثابات الامثله اللي تساعدني اللي تساعدك وانت سويت اللي عليك والباقي على رب العالمين والطرف الآخر <applause> تمام يعني انت قلتي مو مقصره <applause> الحمد لله الحمد <applause> لله يعني يمكن استاذه ياسمين بدينا معاش الحوار بالسمات او الصفات اللي يمتلكونها هؤلاء الاشخاص، لكن هل ممكن نعتبر ان الخوف او التردد يخلي بعض الاشخاص فعلا ما يصبحون شخصيات مبادره او ما يكون شخص مبادر في مكان ما او في مجال ما؟ طبعا الخوف والتردد والاحباط واليأس والقنوط من اكبر العوائق النفسيه لدى الانسان، لذلك الانسان يجب ان يعني انه في كل موقف يكسر هذا الحاجز، كيف يكسر هذا الحاجز؟ عندما يعرف انا اريد مثلا اقدم مساعده لعائله ما او اتطوع في جهه ما عندي عندي مخاوف قد انا لا انجح. من أكبر الأساليب اللي تواجه خوفته ليس الهروب من هذا الخوف والقلق هذا ليس بحل بالعكس هذا يمكن يكبر من المشكلة ويصير عندنا عقدة مزمنة عقدة اللي إحنا في العلاج النفسي عقدة تضخيم الأمور فهذا يبيلها علاج معرفي سلوكي ولكن باختصار لعلاج نقطة القلق والخوف والتوتر من اي موضوع هو مواجهة الموقف، مواجهة الموقف حلو. بعقلانية مواجهة باساليب وافكار منطقية، مش انا والله خوفي اشيل سيفي انه لازم احل المشكلة، لا، انا عايش عايشة في مجتمع منطقي، اذا لازم أدرج في الحلول واتدرج بالعلاج، كل شيء بالتدريج، يعني مثل الطبخة يوم انت تستعجلين عليها انت صح ولا لا فاذا انه هذا اقرب مثال للكل يعني فانه لازم اتدرج بالحلول ولكن حلول منطقيه عقلانيه واشوف شو اسباب خوفي انا قد اكون ما حد يجي من برا يعطيني الحلول لخوفي انا الحلول انا نفسي اعرفها فلازم اعرف شو الاسباب اللي خليني اخاف من هذا الموضوع ودائما احاول اتغلب حتى اقدر اوصل للشيء احققه لان في ناس مو كل الناس محبه مم. في ناس تعرف تبي تعرف تدخل في تفاصيل حياتك تبي تعرف شو الاشياء اللي تتجنبيها شو الاشياء اللي تخافي من شو الاشياء اللي ممكن انت ما تحققيها وانه انا اقدر احققها فاستغل نقطه هاي خوفك واني اخذها من عندك وانا أستفدت فابرز انا قبلش في اي مجال مم. انا لازم انا ما اكشف نفسي ولازم اسلح بكثير امور تفاصيل وماتيريال انه حتى اعالج نفسي اذا اي شيء بالحياه ممكن الى علاج وهو مواجهه هذا الشيء حلو. والتعود عليه من واجهتي مره مرتين حتكسرين اي حاجز مثال على ذلك المدرب او المحاضر اللي مثلا اخذ في شهاده التدريب لاول مره ثاني مره من يطلع على الجمهور في محاضره معينه اما الصوت يختفي الموضوع ينسي توتر ما أعرف شو صح. صار أي يعني زهايمر عاجل <applause> يعني فوري <applause> اي اي على مره مره على مره مع هذا وايضا زياده خزين المعرفي لهذا المدرب هذا مثال راح تخليه يتمكن ومش انه يدرب 10 و20 بل يدرب مئات والاف استاذه ياسمين عارفه وين يكمن الخوف عند الشخصيه المبادره اتوقع انه ما في شخصيه مبادره ما تعرضت لو لي مرة او أوه. لمرتين خليني خليني اكون منطقيه شوي انا لاني بطبعي ايجابيه لعمليه رفض لافكاره سواء كان من المجتمع أو من المحيطين فيه واكثر رفض مؤثر في شخصيه الانسان المبادر هو رفض العائله صحيح. لكل هذا لان العائله آه. البي... احسنتي لان العائله هي البيئه الداعمه السبورت انه فهنا لازم تكون العائله رقم واحد في كيف نتجاوز؟ كيف نتخطى هذا الرفض اللي بادي من البيت طيب؟ طب انا عندي افكار شوفي اي شخصيه ناجحه في الحياه بدات بخطوات بسيطه وبدت بافكار امنت في نفسها واتيقنت في الرساله اللي تحاول تفهمها لاسرتها وتحاول انها تنقلها للمجتمع قد تجابه برفض وتهميش وسخريه واستهزاء وضحك لكن اذا انت مؤمنه برسالتك مؤمنه بعطائك مؤمنه بالشيء اللي هو انت تحسين انه مقا... المجتمع انه بحاجه اليه ما احنا مو كل شيء انه مجتمع أنا طيب انا مو غيري طيب انا, احاول افهم افهم اهلي شو انا وجهه نظري لازم حتى مش الكل ما معقول الكل انه يكونوا رافضين يعني انا جد عمري اذا ما اتصلت الصبح على ابوي خذيت الرضا وعلى امي خذات الرضا ما اعرف اقدم شخصية عظيمة ابو السلام إله الله يسلمك يا رب لا بس حقيقة يعني اذا كان ابوي وامي الشخصية الايجابية بالاسرة اللي مؤمنة بقدراتي، هاي الشخصية القوية الها موقع قوي داخل الاسرة، فافهمها رسالتي وشو المغزى ولوين انا اريد اوصل في 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 عطائي في هدفي هو ماشية على هدف ما لقيت هاي شخصية يعني ما معقولة الا ما يكون في رفض لا. كيف عايشة؟ لا لا في اكيد في عوائل تدعم دائما ابنائها وافكارهم وابتكاراتهم ليتس بي على قول اخواننا الاجانب داون تو ايرث في عوائل ترفض فكرة الشخصية المبادرة أوكي. أوكي. ترفض افكار ابنائها احاول مرارا وتكرارا احاول مرارا واستسلم لا ما تستسلمين كيف تستسلمين وانت عندك هدف؟ لا تصدقين في انسان ناجح سواء اعلامي ناجح سواء اكاديمي ناجح فنان ناجح طبيب ناجح ما واجه التهميش م. التقليل الكلام الاستهزاء زين اقول لك شغله احنا لحد الان اللي قدامك انا لحد الان دا اواجه من فلانه شو اللي سوت شو اللي عدها شو اللي هي طب احنا صلنا زمان يعني بالوسط طب احنا من الوسط عرفتي وتكبر و.. و.. الدواء مرأة عدوه المراه يا ريت العدو صارت هي الرجل عدو المرأة ما أعرف يعني شو لا, لا لا الناجح يفرض دائماً. نفسه دائما يفرض دائما لا يصح إلا الصحيح أيه. هو يقينه بنفسه كل ما تمرين خطوة وتحسين أنه في أعداء في كسرون قد كل ما تجمعيها على شكل حجارة وتسويها مثل الدرج السلالم وتصعدين عليها أنا أقول لك شغلة يمكن تسمعيني والكل عندي فد عناد مو طبيعي يعني اتسلى واستمتع باي احد انه يقول لك يستهزئ او مثلا ما يعجبه او ما هذه الانسان اللي دائما يقلل من جهد غيره ها طيب اشوف اطالع على نفسي انت شنو انجازاتك شنو عطائك شنو كلامك وين رحت هل انت حاضرت، هل انت عندك مجال بالاعلام؟ هل انت طلعت مؤتمرات خارج البلد وقدمت؟ طيب هل انت الفت كتب؟ هل انت؟ طب كيف يكون الابداع؟ الشجره المثمره هي التي ترشق بالحجاره فكل ما انه هذا كل ما يزيد عندي فد متعه وفد لذه واتحدى نفسي واجاوب عملي، مم. عمر الكلام والاخذ والعطاء يضيع وقتنا صحيح فرد هو بعملنا اكيد، يعني استاذه ياسمين تكلمتي عن مهاره الاقناع او قدره الاقناع، يعني. كيف كاشخاص مبادرين ممكن يكون عندنا هذه الادوات وهذه المهاره شو هي الاساليب اللي تخلي فعلا الشخص يقتنع بفكرتي او بالشيء اللي انا حابه اوصله حقه الايمان واليقين بالفكره عندما تكون فكرتك حقيقيه وتحسين انه في لها صدى بالمجتمع ودائما تكون فكرتك منطقيه مش انا لانه اريد اتحدى المهمشين واتحدى المنافسين وانه خلص ابي شو ابي شهره ابي اوصل خلص بس انه اريد يكون عندي انه فكره أي فكرة كانت بس إنه فكرة غريبة فكرة أنه تنافس المقابل وأقدر أردهم لا هي مو هكذا الكلام لازم أكون فكرة فارقة فكرة مميزة فكرة متفردة ما حد تطرق لها قبل لذلك ليش الإنسان يكون هذا متفرد وهذا مميز وهذا متألق صح. وهذا شخصية فارقة في وسطنا إحنا الحمد لله كنا دكاترة واستشاريين ومؤلفين واوا واعلامين واوا ولكن شو فرق فلان على فلان البصمة؟ طيب شو هي هالبصمة المختلفة؟ أنه ما أكون نسخة مكررة من فلان، أكبر عدو للشخصية اللي يجب أن تمتلك مهارات في المبادرة أن تكون شخصية مقلده للاخرين نسخه مكرره انت هنا تلغين شخصيتك تلغين فكرك فلازم تكون متفرده بالفكر متفرده بالسلوك وايضا جميل. متفرده في الفكره والعطاء وايضا تكونين شخصيه معطاءه وشخصيه تبتعدين عن الايجو العالي انا انا وغيري ومن بعد الطوفان فما يصير هذا الشيء احنا من اللي وصلنا معنا مبدأي هذا السلوك. لا غيري من <applause> اليوم غيري <applause> طيب استاذه ياسمين يعني قبل ما اختم او نختم انا وزميلتي زينب لقائنا معك ليش يعني وصلني ما أدري إذا حسيت نفس الشعور أن كل الاعتماد في الشخصية المبادرة على ذات صح حقيقية قوية نعم. وحب للنفس خليني أقول ضمن نطاق الواقعية نعم. قادر على أن يخلق شخصية مبادرة معطاءة خادمة للمجتمع وخادمة لنفسها يعني شخصية المبادرة مش فقط للمجتمع هي لنفسه والمش. طبعاً. طبعا ليش احس ان كل التركيز على من يعشق ذاته، على من يملك ثقه، على من يملك ايمان بنفسه هو اللي قادر ان يكون شخصيا مبادرة. لانه مؤمن بقدراته، مؤمن ان الله سبحانه وتعالى اختاره واعطاه ملكه التفكير، واعطاه الاستشعار باحتياجات المجتمع والاخرين، واعطاه فكره وشعور الاستبصار بالامور. فهذه نعمه من الله سبحانه وتعالى انه يكون انسان حساس ويعرف مشاعر المقابله وما يحتاج المجتمع وما يحتاج هنا سوف ينتقي الكلمات وسوف ينتقي المفردات وسوف ينتقي الاسلوب في التعامل والتواصل والتحاور ما هو الاقناع شو هو الاقناع خلاص أنا اقتنعته لا أكيد طبعاً في ما لا لا. اقناع أنا الاقناع لازم يكون عندي فن أكيد. فن الحوار أكيد فن الحوار هنا جداً مهم هذا فن الحوار فن الانتقاء وأعرف مفتاحك انت شنو فحتى يقول لك بالبادي لانجوج والفيس لانجوج من أجي أتكلم معك من اريد اكسبك آني هاي طبعاً لغز مع المدربين المحاضرة. استخدم الكلام اللي انت دائما تستخدميه طريقه الحركات طريقه الوجه حتى شوفين كيف انسان يحب انسان لما يكون من يتكلم معاه او يكون مائل مننا. امامه ويقلده بالكلام وهذا تحسين اكو في التجانب من نظره العلم من اكيد وإحنا احنا جدا سعيدين فيك وسعيدين باقي إيه سعادة لك شكراً, شكراً, شكرا لك وشكرا شكراً للمعلومات مم. الاكثر من رائعه اللي دائما تفيدينا فيها الدكتوره ياسمين الخالدي مم. مدرب مم. مم. معتمد في التنميه البشريه والعلاقات الاسريه شكرا جزيلا لك يعطيك العافيه الله يعافيك يعطيك العافيه شكرا طبعا في النهاية كل واحد منا حتى لو استصعب عليك تلاقي مفتاح هالقفل اسعى يا عبد ونسعى معك كل واحد فينا له مفتاح وانت كشخصية حابب انك تكون شخصية مبادرة المفتاح عندك ودائما حطوها قاعدة براسكم الأجانب ما قالوها على ترى It's never too late اللي تحبه قادر على انك تفتح قفل قلبه وعقله فاصل ولا نعم الشلبي يا يا بنت الشلبية عيونا لوزية بنت الشلبية عيونا لوزية بحبك من قلبي يا قلبي وانتي عيني بحبك من قلبي يا قلبي وانتي عيني تحت الرمانة حبي حاكيني حبي حكياني بتعي بتروح تحت الرماني حبي حاكاني تحت الرماني حبي حاكاني سمعني غناني يا عيوني واتغزل فيا سمعني غناني يا عيوني واتغزل فيا بنت الشلبية عيونا شلبيه عيونا لوزية، بحبك من قلبي يا قلب، وأنت عيني. يا بحبك من قلبي يا قلب، وأنت عيني. يا بحبك من قلبي يا قلب، وأنت عيني. قلبي قلب وانتي عيني شكرا لك، من جد يعني. حين يجتمع الفن تفضل حين يجتمع يعني الصوت الجميل والعزف الاكثر من رائع فنحن نعلم ان احنا امام هامه موسيقيه اسمها الفنان احمد جارور صباح صباحك صباح, الخير وصباح الخير على المشاهدين وكل عام وانتم الفجيره وشكرا كثير لدعوتكم الكريمه الي نكون معكم بهالبرنامج الحلو العفو يعني احمد هذا العزف الجميل وهذا الالهام من وين تستوحي هذا الشيء؟ يعني مبين ان, إن في علاقه جميله بينك وبين اله القانون. طبعا السبب هو الاول والاخير العائله، انا من عائله سوريه معروفه بالفن ومشهوره عائله شارك. جارور اجداد الاعمام الوالد كلياتنا شربنا من بحر الفن وعازف الكمان صبحي جارو ايضا رحمه الله عليه الله يرحمه ونفر له يا رب أيه يعني يعني من انا وصغير عايش بهالاجواء هي يعني انت متشربها بالوراثه بالمئة. يعني, يعني معظم الفنانين اللي كانوا هذاك الوقت فتت الثمانينات التسعينات كان كل بروفاتهم كلها عند بيت جدي يعني كلكم كل العائله تسوون بروفات عند بيت جدي مثلا الاسماء الكبيره مثلا من منو يدربكم؟ من كان يدرب لا يعني مثلا مثل مثلا مثل بتذكر محمد جمال مروان محفوظ عزار حبيب هالاسماء الفنانين السوريين اللبنانيين فؤاد غازي كلهم كانوا يجوا لعنا على البيت وبيت جدي يعني في بيت الجد والبيت العائله صح. يعني فنحن نحن وصغار كنا هيك نقعد نتابعهم يعني نسمعهم بروفات تمارين وهذا وبروح مع اهالينا على الحفلات وعلى المهرجانات الكبيره شادي الكثيرة. جارور ما شاء الله عليكم انتم الموسيقي عائلة شادي فانية. جارور شادي جارور بيكون اخي ما شاء الله ايه. ما شاء الله ما شاء الله ايه. انتم كلكم عائله فنيه كلياتنا كلياتنا بالضبط ليش القانون؟ انا احس يعني ما ادري صحح لي هاي المعلومه الشام ودمشق وريحه الياسمين وكل العازفين اللي فيها يعشقون دائما الالات اللي هي قريبه الى القلب والحنين هذه هي سوريا هذه هي دمشق برائحة الياسمين التي تفوح في شوارعها كلام صحيح ليش اخترت أنت القانون؟ شو, شو, شو السر بينك وبينها؟ السر أنه ممكن أحكيها بطريقة ثانية أنت عم بتحولي نايلون وخشب لجملة موسيقية هذا بيطلب روح وإحساس بيطلب روح وإحساس أنك تخلي آلة يعني خشب ونايلون عم يحكي عم يوصل شيء إحساسك عم يوصله للناس بقى انت توصل العزف 100% 100% اي اله موسيقيه نحن عم صدق انا زعلت لما قال خشب ونايلون ليش؟ لانها اله قيمه طيب اوكي آلة هي, هي. اله تنطق ما لا ينطقه اللسان 100% ما انت عم تعطيها روح تخيلي انه انت مثلا العازف اللي يعطيها روح العازف طبعا يعني نحن عن طريق العزف يعني الفنان عم يوصل احساسه عن طريق اله يعني هلا مثلا حطيها هيك فرجي عليها ما بتعمل شيء بدها انسان فنان يترجم احساسه لجمله لحنيه لجمله كثير حلوه يوصلها للناس بعزفه يمكن مين احمد هو اللي يحيي هذه الاله بالتالي شو اكثر المقطوعات الموسيقيه اللي تحس فعلا لو عزفتها راح توصل المشاعر والاحاسيس للمستمع؟ اي جمله موسيقيه رائعه، اي جمله موسيقيه حلوه. المهم انه الانسان هو الفنان يوصل هو ما يشعر به يوصله للناس انا كثير مثلا بحب مثلا عمر خيرت مثلا اذا رائع اكيد الجميل طبعا وراحظ انه شهر في عزف المقطوعات فقط دون الغناء حقيقه قادره عمليه العزف والتكنيك في العزف ان يوصل لقلب البني ادم يعني حشاشه اليوف احنا نقولها في في دوله الامارات يعني لاعماق القلب وشرايينه واوردته بس يعني عملية اختيارك للقانون أنت تحب تعزف قانون لوحدك ولا تحب أه أنا ما أعرف كيف أسألك أي, أي يعني عليك. أنا كنت لا صغير لا أنت أصلاً أنا كنت صغير من عائلة فنية كبيرة عظيمة, عظيمة صح صح قادرين على تعزفون بروحكم مية كنت صغير وكان والدي أنا عازف كمان كمان جا عمي هذا كمان وفي عندي عمي اسمه عدنان جارور اللي طول بعمره بي بيعزف قانون يبقى. بعده كانوا الات شرقيه يعني الات بتمسنا نحن كشرقيين شرقي يعني كعرب تحبك كأمي. اي شيء بالضبط يعني حتى حاليا لما بعمل اي حفلات او ايفنت بتلاقي الاجانب بيهتموا جدا بهالاله رائع بيقولوا لي رائع انه يعني بيهتموا فيه هذا حسنا. اللي انا اركز ايه بالضبط بحب والدي بما انه بيعزف كمان انه ينوع خلاني انا ابنه الكبير اعزف قانون وخلى اخي شادي يعزف آه كمان نوعته اي واخي فادي يعزف اورج مثلا صرنا <applause> فرقه <applause> ميكس يعني جميل <applause> بالضبط يعني إحنا كنا صغار هي توجيهات الوالد توجيهات الوالد وبعد منا نحن كنا بمجال المدرسة مجال الأنشطة الطلابية شوي شوي تطورنا تطورنا آه. هلا طيب. ما وصلنا نحن لهال يعني بدات اي يمكن مرحله يمكن نقول مرحله مبكره او من الطفوله بالكفولة. طيب احمد تشوف ان اله القانون هي من الالات الاساسيه والعناصر المهمه في التخت الشرقي 100% من دون اي نقاش يعني هي اسمها قانون كلمه قانون يعني هي الدستور يعني بتاعي عازف قانون قاعد هو اللي بيعطي التيونينج للفرقه مشان يضبطوا التيونينج حلو كلهم آه بيلحقوا بالعزف ما هو القانون هو الدستور هو الدستور اللي اي منظومه ما موسيقيه ما فيك تتخيلي أي, أي, اي جمله شرقيه من دون هالاله احمد انا ما راح اسالك راح اخلي الاسئله عن زينب انا راح اسمع انا ودي اسمع في ظل وجود هذه العائله الفنيه الكبيره والاسماء العملاقه ما يصير انا اسالك ف... لا ولو بالعكس احنا جايين لحتى نسال لا ونبصر. انت كريم واحنا نستاهل فانا ودي اسمع تقاسيم ودي اسمع حجازي ودي اسمع فن حقيقي ودي اسمع عارف ابداعاتك ابي اشوف الارث اللي حطه والدك <applause> في... ان شاء الله نكون ان شاء الله نكون تفضل سوري <applause> <applause> لا لا تقول عيني لا احمد نبي شيء خليجي مع تقسيمه يعني شيء نوع التقاسيم اي اعرف نوع من انواع الدمج بين الثقافات الفنيه ودي اشوف شوف انا حطك باختبار احس الحين قاعده الحجازي

يعطيك <applause> العافيه <applause> ما شاء الله عليك <applause> طبعا جميل. مين ما يعرفها يعني عندنا الجاليريز من الله عليهم شباب لا 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 متحمسين على الموضوع <applause> جميل جدا يعني احمد لو بنتكلم اكثر عن اله او عزف على القانون اله <applause> القانون هل ممكن تتطوع وتكون في الدول الغربيه ممكن يستخدمونها للعزف هذا الشيء سويته حتى يعني تعرضت مثلا في بعض الاوقات لناس انه يقولوا لي انه فيك تعزف لنا اجنبي عم انا ست... لانه صاير هذا المكس موجود صحيح صرت اعزف ديسباسيتو ب... دي مثلا هلا بعمل لكم مقطع منها فاجأوا انه كيف اغنيه غربيه عملت ترند بتعرفوا ديسباسيتو انه يعني تعزفها على اله شرعية قلت له كل شيء بصير اسمها قانون بتصير كل شي. طيب اوكي انت قادر انت فنان أيه. ما شاء الله عليك <applause> من عائله <applause> فنيه كبيره هل ممكن نشوف انا ما اعرف صراحه ما عندي خلفيه بس انا عارف ان الموسيقى التركيه معتمده على القانون 100% بس ممكن نشوف مثلا منو فنان جينيفر لوبيز مثلا تحط قانون وراها في حفلها يعزف لها ليش لا؟ آه، ثقافه اوروبيه بحت يعني ممكن الفنانين امريكا وبريطانيا يدخلون ثقافه القانون العربي والتخت الشرقي في موسيقاهم في بعض الموسيقى هل هي موجوده؟ احنا نشوفها دي جي دي جي هات. بس ما نشوفها موجوده في المسارح او الاغاني الخاصه فيها ممكن ليش لا؟ هو الم... موسيقى لغة عالمية وحدة على فكرة، بس هو عبارة عن انه مثلا اقتناع بالشيء، كيف يعني؟ مثل مثلا نحن بنعرف ام اه اه كلثوم لما اول ما عبد الوهاب باغنية انت عمري نزل لها نزل ايه. الجيتار، كانت اول شيء مستصعبته يعني انه شيء لسه انه زعلت جد... منه ثلاث سنوات انت بتعرفي القصة ايه. ما في داعي أحكي معنا كانت رافضة انه يدخل الجيتار اللي عندها ثلاث سنوات زعلت منه مثلا، حتى انه عبد الحليم حافظ اول ما يدخل الاورج مثلا في التحديث دائما دائما مطلوب الاجانب بما انه هن لسه ما كانوا بيعرفوها لهالاله يعني لسه شوي شوي بدل ما يتعودوا عليها هلا معظم السوريين اللي يطلعوا على اوروبا واللي هذا ادخلوا حتى ال... في المناهج التعليميه الموسيقيه اله القانون بدأوا كريم. بنشرها كثقافه فنيه 100% حتى انا احد الاعمال هون اجت اللي... مره اوركسترا ايطاليه عم يجوا قالوا لنا انه شو شو بتنصحونا انه نقدم شغله شرقيه بآله شرقيه فورا قالوا لهم القانون كل هون فتتصلوا فيني وكان لي الشرف اني شاركت معهم في الاوبرا في الـ في الاوركسترا الايطاليه ما شاء الله عليك حكى لي كلمه المايسترو الايطالي قال لي كنت اسمع دائما عن الآلات القانون عن الموسيقيين السوريين هلا شفت وتاكدت ما شاء يعني الله كنت, عليك. كنت انا هي ما بنسى جميل اكدت اكدت لهذا الشيء وهي المعلومه بالتالي احمد كيف تقدر تنشر هاي الثقافه وتنقلها من خلال العزف على هذه الالات الوتريه آه الشرقيه 100% وشي مثلا مثل مثل استقبالاتكم دائما كويسه وتشجيعكم دائما انتم للفنانين و المنصة هي دائما أنا بحبها كثير هالشاشة هي شاشتي بعتبرها بعتبر حالي من أهلكم وأحبابكم يعني أكيد والشيء الثاني طبعا الوسائل الإعلامية الجديدة اللي هي الفيسبوك اليوتيوب ال... الانستغرام والتيك توك هالأمور هي اوقات بتلاقينا مثلا نعمل اوقات لايف لانه يعني الفنان بده يكون دائما قريب من الناس صحيح فكره انه الفنان يكون بعيد عن الناس فكره قديمه لا تغيرت كثير اصلا ما كان الفنان قريب من الناس كل ما الناس حبته اكثر للفنان فعلا ووصل صارت لازم لازم يكون فيها في ترابط هذا 100% يعني اكيد يعني احمد انا بشارك كنا إن اتفق ان انت شخصيه مميزه واكيد نتمنى لك كل التفوق والنجاح وايضا الازدهار عازف اله القانون احمد فيه. جارور شكرا لك شكرا لك نورتنا احمد شكرا, شكرا لك ونتمنى لك اكيد اللي. الوصول الى العالميه اكيد ما شاء الله عليك. عليك شكرا كثير لكم طبعا انا بختم مع مع خليجيه انا واحد انت اول مع المشاهدين مع المشاهدين لا مو بس خليجيه خليجيه وبشوف الغربي ديسباسيتو يلا تبدوا انا ما نبتدي بدسباسيتو وانت بطريقتك الفنيه وابتكاراتك انقل على طول لي خليل تمام تمام خلينا نختم مع المشاهدين ونرجع لك زينا وصلنا للختام وصلنا للختام وصلنا للختام مشاهدينا يعطيكم الصحه والعافيه وان شاء الله دائما تكونون مع تلفزيون الفجيرة وصباح الخير يا تذكروا وتذكروا دائما بالعزيمه والاراده تذوب كل المشاكل والخلافات والعقبات للنجاح، هذه تحياتي بشاير العبد الصحه والعافيه. الله يعافيك بشاير، انتظرونا غدا مشاهدينا في نفس الموعد، دمتم في امان الله، تفضل. من يشبهك يا ودادي الله اكبر هلاك يقضي بحبك وادي من يشبهك يا ملاك من يشبهك يا ودادي انت بشر غير عادي فيك الجمال العجيب رهيب والله رهيب في القمر والغزال حبك بهالقلب ساكن واصبحت عدى الخيال جمعات حلو المحاسن وشه القمر والغزال حبك بهالقلب ساكن واصبحت عدى الخيال القمر عندك رمال وانت البعيد القلب بحبك فؤادي من يشبهك يا ملاك من يشبهك يا ودادي الله اكبر غلاك يفض بحبك فؤادي من يشبهك يا ملاك من يشبهك يا ودادي انت بشر غير عادي بك الجمال العذب يا الله يا الله مش كتر انت جميله يا الله يا الله يا الله يا الله مش كتر انا احب أنا احب واحلم احلم بك دايم جنبي انا صاحي ونايم لي ايامي بدون العمر ليلة لو باقي ليلة في عمري أبيها الليلة وأسهر في ليلة